أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية ومراجعة امتحان الشهادة الإعدادية الدور الثاني. وكنا راجعنا معاكم الجغرافيا كلها ترم أول وترم ثاني، هنبدأ معاكم دلوقتي مراجعة التاريخ كله إن شاء الله. هناخد موضوعات الترم الأول وهناخد موضوعات الترم الثاني في صورة أسئلة. قبل ما نبدأ بنرحب بالدكتورة إيلاريا عاطف خبير الدراسات الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم. أهلا بك يا دكتورة. اهلا بحضرتك استاذ محمود، واهلا بكل ولادنا اللي بيتابعونا في كل مكان. مرة تانية يا دكتورة عاوزين حضرتك برضو تلقي الضوء سريعا على شكل الورقة الامتحانية بتاعة الدراسات الاجتماعية الدور الثاني. ورقة امتحاننا يا ولاد هتكون مكونة من 4 أسئلة، سؤالين جغرافيا وسؤالين تاريخ. مجموع درجات الورقة الامتحانية هتكون 40 درجة. لو جينا رحنا لأسئلة الجغرافيا هنلاقي أول سؤال هيجي لنا على الخريطة. السؤال بتاع الخريطة هيكون فيه 4 نقط، نركز جدا واحنا بنشوف النقطة ومدلولها فين على الخريطة علشان نجاوب عليها إجابة نموذجية. واحنا في الجزء الأول من حلقتنا النهاردة اللي هي كانت من 4 لـ6، فردنا الحلقة كلها لمنهج الجغرافيا زي ما أستاذ محمود قال، ترم أول وترم تاني. اللي ملحقش يتفرج عليها أكيد هتنزل على اليوتيوب، ممكن نراجع من خلالها منهج الجغرافيا. أسئلة الجغرافيا هتكون زي ما قلنا متوزعة على السؤال الأول والتاني، السؤال الثالث والرابع بيتكلم عن أسئلة منهج التاريخ. الامتحان بيكون 40% منه على امتحان الجزء الخاص بالكتاب الفصل الدراسي الأول، 60% بيكون على كتاب الفصل الدراسي التاني. ناخد بالنا بكرة واحنا بنحل ما نتسرعش، نفكر قبل ما نجاوب علشان نجاوب إجابة نموذجية وإن شاء الله نحصل على درجات كويسة. طيب نبدأ بأول سؤال معانا النهاردة. السؤال ده لا يخلو طبعا منه امتحان دراسات اجتماعية. السؤال ده بما تفسر، معانا مجموعة من الأسئلة سيد بما تفسر تظهر قدامنا على الشاشة دلوقتي. أول سؤال بما تفسر بيقول لنا بما تفسر ضعف وتدهور دولة المماليك. هنا يا دكتورة عاوزين قبل ما نجاوب السؤال ده نلقي الضوء على دولة المماليك والغزو العثماني لمصر سريعا. دولة المماليك دي دولة قامت في مصر والحجاز واليمن وأجزاء من اليمن والشام. كانت دولة قوية جدا اقتصاديا لأنها كانت بتتحكم في طريق التجارة عن طريق المرور. أي تجارة في العالم تمر عن طريق مصر أو الشام، وهي كانت بتحكم الدولتين. فكانت الدولة دي دولة قوية جدا اقتصاديا وسياسيا. بدأت دولة المماليك في الضعف والانهيار لما اكتشف البرتغاليين طريق جديد، لما سمينا ده بالكشوف الجغرافية الجديدة. جم الجماعة البرتغاليين سنة 1498 اكتشفوا طريق بيدور حوالين قارة أفريقيا بعيد تماما عن مصر والشام. فبكده فقدت دولة المماليك مصدر مهم جدا من مصادر الدخل عندها، وهو التجارة الدولية المارة بأراضيها. فبالتالي ضعفت دولة المماليك ضعف اقتصادي. كان في كمان تطاحن على السلطة من بين المماليك، كانوا المماليك نفسهم بيتطاحنوا للوصول للمناصب العليا ومن ثم منصب سلطان. وكمان كان عندهم فكرة التطاحن، هم عايزين مين الصبح هيقوم يحكم مصر أو دولة المماليك في مصر والشام. فالتطاحن ده والصراعات الداخلية أدى لضعف دولة المماليك سياسيا. يبقى الدولة دي ضعفت اقتصاديا بسبب اكتشاف البرتغاليين طريق رجاء الصالح، أما ضعفت سياسيا بسبب الاضطرابات، اضطراب الحكم، كمان اضطراب الأمن والنظام داخل الدولة، وتطاحن المماليك نفسهم للوصول للسلطة. وبالتالي في الوقت ده كانت في دولة صغيرة بتبدأ تنمو اسمها الدولة العثمانية. الدولة دي بدأت تفكر ازاي هتسيطر على أملاك دولة المماليك، وفعلا هتقوم دولة العثمانية بغزواتها في الشرق، فهتسيطر على دولة المماليك في الشام بمعركة مرج دابق 1516، ثم معركة ريدانية في مصر سنة 1517 اللي بتنتهي بيها دولة المماليك تماما، وبتتحول مصر إلى ولاية عثمانية. وكلمة ولاية يعني تابعة للإمبراطورية العثمانية المترامية الأطراف، وبيها مصر فقدت معنى الدولة. ده إذن باختصار كده عن دولة المماليك. إذن يا دكتورة عندنا 3 معارك مهمين بنبدأ بيهم المنهج. المعركة الأولى يا أولاد معركة جلديران 1514، ودي كانت بين العثمانيين وكانت بين الصفويين، وكان من أهم نتائجها هزيمة الصفويين وانتصار العثمانيين ودخول العاصمة تبريز. المعركة الثانية عندنا معركة مرج دابق، ودي كانت بين المماليك وكانت بين الدولة العثمانية، وانتهت طبعا بهزيمة المماليك في الشام وانتصار العثمانيين ووقوع الشام تحت سيطرة العثمانيين. المعركة الثالثة معركة الريدانية، دي كانت 1517،
وهذه المعركة انتصر فيها السلطان العثماني سيلم الأول على نومان باي سلطان المماليك، وبعد هذه المعركة تحولت مصر إلى ولاية عثمانية. دول أهم 3 معارك بنبدأ بيهم المنهج، ولازم نعمل مقارنات بينهم، ولازم نعرف نتائج كل معركة. يبقى هنا إجابة السؤال، هنرجع تاني، ضعف وتدهور دولة المماليك يبقى بسبب اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح، بسبب اضطراب الأمن، التطاحن بين أمراء المماليك على السلطة والحكم، وكثرة الفتن والثورات الداخلية في الدولة المملوكية. ناخد سؤال آخر برضو خاص بدولة المماليك والغزو العثماني لمصر، تدهور الصناعة في مصر في العصر العثماني دكتورة. السؤال ده بسبب ان سليم الاول لما جه مصر كان معجب جدا بالفنانين المهرة، فقام بارسال امهر الصناع الى الاستانه. يعني لما جانا مصر شاف ان الصناعه المصريه دي صناعه متطوره جدا، فراح عمل ايه سليم الاول؟ ارسل امهر الصناع للاستانه. كده اصبحت مصر بلا حرفيين، فبالتالي تدهور الصناعه هيكون نتيجه طبيعيه لارسال سليم الاول امهر الصناع الى الاستانه. وهنا دكتورة ممكن دايما بيجي لنا سؤال في النقطة دي، تمام، سؤال يعني بيحتاج ان الطالب يعبر عن افكاره الشخصية. لو قال لنا ما رأيك في قيام سليم الاول بارسال امهر الصناع المصريين الى العاصمة الاستانة ليستفيد منهم؟ طبعا كان الموقف ده ليه اثر كبير جدا على الصناعة المصرية. كان ايه اثره على الصناعه المصريه؟ هو تدهور الصناعه المصريه في الدوله في ظل الحكم العثماني، لان كده اصبحت مصر خاليه وخاويه من الصناع، فبالتالي اثرت على الفن في هذه الفتره. يعني طالب اكتبيه في رايه هنا دكتوره. يعني هنقول انه اثر هذا الحدث التاريخي على الصناعه المصريه، فقد ارسل السلطان العثماني سليم الاول امهر الصناع الى ستانه، فكان نتائجه بينه وجليه على الصناعه المصريه التي تدهورت بسبب ارسال هؤلاء الى الاستانه. يعني هنا مش عايزه اوافق ولا اوافق، يعني هنا انا عايزه ارقى شويه بتفكير الطالب من فكره اوافق او لا اوافق. لا، انا عايزه النتيجه بالنسبه ليك انت كطالب ايه؟ انت شايف ان الموقف ده اثر على الصناعه المصريه، فاصبحت مصر خاويه وخاليه من امهر صناعها، فتدهورت الصناعه في ظل السياده العثمانيه. ناخد سؤال تاني، بما تفسر الحمله الفرنسيه على مصر عام 1798؟ طبعا احنا عارفين ان الحملة الفرنسية على مصر دكتورة كانت حلقة من حلقات الصراع الاستعماري بين انجلترا وفرنسا، وقدرت انجلترا في الفترة دي انها تهزم فرنسا وتحصل منها على اهم مستعمرة فرنسية في الشرق اللي هي الهند. هنا سؤالنا بيقول لي يا دكتورة، الحملة الفرنسية على مصر من حيث الاسباب، يعني فرنسا لما حبت تحتل مصر كان قدامها اكتر من هدف. اول حاجه انها تقطع طريق المواصلات بين انجلترا واكبر مستعمرتها في الهند، مش عايزه انجلترا توصل للهند عن طريق مصر، فبالتالي هتحتل مصر. تاني سبب كان تعويض فرنسا لما فقدته من مستعمرات طويله كتيره في حروبها الطويله مع انجلترا. فرنسا عايزه تعوض نفسها لانها خسرت كتير من المستعمرات. ثالث سبب هو تحويل مصر المستعمرة الفرنسية تكون نواة لمستعمرات فرنسية كتير موجودة في الشرق، وهم دول ال3 أسباب اللي بيهم الحملة الفرنسية جات لنا لمصر. طب الحملة الفرنسية طبعا يا دكتورة كان ليها تأثير كبير جدا جدا في تاريخ مصر الحديث، بمعنى انها أثرت، نقلت مصر من حالة العزلة اللي مصر كانت بتعيشها في العهد العثماني إلى حالة جديدة من مواكبة التقدم اللي كان حاصل في أوروبا، خلت المصريين ينفتحوا على الحضارة الأوروبية اللي كانت طبعا في الوقت ده مزدهرة. فالحملة الفرنسية ليها العديد والعديد من النتائج المهمة، عاوزين نلقي الضوء سريعا على أهم النتائج. هو مبدئيا أنا ليا رأي خاص في الموضوع ده، إن الحملة الفرنسية كانت النافذة التي أطل بها المصريين على ما يدور في العالم. يعني كانت بالنسبة لنا كده الشباك اللي احنا باصين عليه. طب ايه النتائج اللي ترتبت على وجود الحملة الفرنسية في مصر؟ الحملة الفرنسية في مصر قعدت 3 سنين بالظبط، من 1798 لحد 1801. بس كانت النتائج اللي ترتبت عليها نتائج بعيدة المدى. أول نتيجة استراتيجية هي لفتت أنظار العالم وخاصة إنجلترا لأهمية موقع مصر الاستراتيجي بالنسبة طبعا لمستعمرتها. تاني نتيجة وأهمها هي النتيجة العلمية. عندنا 3 حاجات عملوهم العلماء اللي جم مع نابليون بونابرت. أول حاجة اكتشاف حجر رشيد، ده اللي فك رموز الحضارة المصرية القديمة. عندنا كمان مشروع فكرة ربط قناة تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط. المشروع فشل بس الفكرة كانت موجودة وبدايتها كانت مع علماء الحملة الفرنسية.
تالت نتيجة علمية هو تأليف كتاب وصف مصر، وده كان بمثابة موسوعة تاريخية جغرافية علمية وثقافية وفنية عن مصر موجودة لحد دلوقتي. كمان عندنا نتائج قومية، نمو الوعي القومي لدى المصريين خلانا بعد جلال الحملة الفرنسية نختار حاكم يحكمنا اللي هو محمد علي. كمان كانت في نتائج بخلت المصريين في مجال الإدارة، زي مثلا نابليون بونابرت لما درب المصريين على إدارة الدواوين، يبقى هنا في نتائج خلت الشعب المصري يعرف يعني إيه ديوان ويعني إيه مقاليد حكم ويعني إيه بعد كده يبقى عندي مجالس تشريعية ومجالس نيابية. هننتقل لسؤال آخر هو شبيه بسؤال بما تفسر، بس طريقة الإجابة مختلفة. وأحيانا دكتورة سؤال بما تفسر بيكون إجابته نفس إجابة سؤال دلل. هناخد مجموعة من الأسئلة دلل تاريخيا على صحة العبارات الآتية. معانا مجموعة من العبارات مطلوب مننا إن احنا نثبت صحة هذه العبارات من خلال الدراسة اللي درسناها سواء في الترم الأول أو الترم الثاني. أول سؤال عندنا دلل على صحة العبارة الآتية: كان البرتغاليون عاملا مهما في تدهور دولة المماليك. هنا احنا ما بنقولش يا دكتورة بما تفسر، هنا بنقول دلل. بالظبط، المماليك ايه اللي تأثروا بيه بعد اكتشاف البرتغاليين؟ البرتغاليين اكتشفوا طريق رأس رجاء الصالح، فبالتالي تدهورت دولة المماليك، يبقى كان الاكتشاف طريق رأس رجاء الصالح أثرا كبير في تدهور دولة المماليك، وده سؤال دلل يعني دي دليل تاريخي. كتير من ولادنا يا أستاذ محمود وده بنشوفه واحنا بنصحح لما يقول لك دلل تاريخيا تلاقيه كاتب تاريخ، يعني في سؤال زي ده كنا بنشوف ولاد كاتبين 1498، طب يا حبيبي فسر لي 1400، هو فاهم يعني هو عارف ان ده اكتشاف طريق بس هو رأس مش فاهم رأس السؤال للاسف، فبالتالي الاجابه طبعا اجابه مش صحيحه. هنا انا بقول لك دلل تاريخيا يعني اديني دليل تاريخي يقول ان العباره دي عباره صادقه، عباره صحيحه تاريخيا. فاكتشاف البرتغاليين كان ليه اثر طبعا على دوله المماليك او تدهورها بالتاكيد، لان اكتشاف طريق رأس رجاء الصالح ادى الى تدهور الاقتصاد المصري في عهد دوله المماليك. برضو سؤال اخر دلل على صحه العباره الاتيه: لم تكن الحمله الفرنسيه على مصر مجرد حمله عسكريه تقليديه للاحتلال. وهنا يا دكتوره كلمه تقليديه يعني حاجه عاديه، يعني احنا عارفين ان الحملات العسكريه دايما بتيجي في اي دوله أول حاجة بتعملها إنها بتدمر الدولة دي، بتخرب اقتصادها، بتدمرها علميا وثقافيا. شفنا الحملة الفرنسية، شفنا نابليون بونابرت بيعمل عكس كده خالص، ده نابليون بيدرب المصريين، بيدرب الأعيان والعلماء على نظام مجالس الشورى في أوروبا، نابليون بونابرت بيعمل دواوين، نابليون بونابرت بيألف كتاب اسمه كتاب وصف مصر، نابليون بونابرت بيهتم بالحضارة المصرية، بيهتم حتى لما جه مينو بعد ذلك اهتم بالصحة وإقامة محاجر صحية. استراتيجية مختلفة عن اللي احنا تعودنا عليها طول عمرنا في حملات الغزو والاحتلال. بس ده مش معناه ان نابليون بريء من احتلال مصر، طبعا هو صدقت او كذبت نواياه فهو محتل، ولكن نابليون بونابرت لما درب المصريين يا استاذ محمود هو درب عشان يعرفوا ايه اللي بيدور في اذهان المصريين، لما عمل الدواوين عملها للسبب ده، لما اكتشف حجر رشيد هو اكتشفه عشان يفك طلاسم حضاره العالم ويعرف العالم كان بيدور ازاي قبل ما جه فرنسا حتى الى العالم. فهنا نابليون بونابرت استاذ محمود هو مش بريء من فكره احتلال مصر، ولكن كانت احنا بنقول الحمله الفرنسيه ليها اثار ايجابيه. الاثار الايجابيه بتاعتها ان هي العلماء اللي جم واكتشفوا حجر رشيد وكتبوا كتاب وصف مصر، وكمان عملوا مشروع لربط البحرين الاحمر والمتوسط. فهنا الحمله هو نابليون مش جاي كله عساكر، يعني هو نابليون مش جاي كله، لا ده هو جاي فيه بعد ثقافي وفني وفكري هيشتغل عليه. البعد الثقافي والفني والفكري اللي هيشتغل عليه ده مع العلماء اللي انعكس بعد كده في الثلاث حاجات اللي احنا قلناهم، الكتاب اللي هو كتاب وصف مصر واكتشاف حجر رشيد ومشروع ربط قناتين. يبقى هنا لما نقول الحمله الفرنسيه ما كانتش حمله عسكريه اقول لك لان نابليون بونابرت جاب معاه امهر العلماء على مستوى العالم اللي قدروا العلماء دول يفكوا حجر رشيد ويوضعوا كتاب وصف مصر ويفكروا في مشروع لربط البحرين الاحمر بالمتوسط. إذن يا دكتورة الحملة الفرنسية كان ليها آثار إيجابية دي حقيقة. بالرغم إن هي حملة احتلال عسكرية أو غزو. احتلال وغزو وكل حاجة. طبعا يا أولاد بعد خروج الحملة الفرنسية على مصر حدث صراع على السلطة بين ثلاث قوى: المماليك والعثمانيين والإنجليز.
خلال هذه الفترة التي حدث فيها هذا الصراع بدأ يظهر محمد علي. محمد علي ظهر خلال هذا الصراع، ظهر بمظهر الرجل العادل الذي يكره الظلم، تقرب إلى الشعب المصري، بدأ ينضم إلى صفوف الشعب في المظاهرات التي كانوا يقومون بها ضد الولاة العثمانيين الظالمين. وأخيرا استطاع محمد علي عن طريق زعماء وعلماء الأمة وعلى رأسهم الزعيم عمر مكرم أن يحتل الصدارة وأن يصبح واليا على مصر لأول مرة في التاريخ الحديث بإرادة الشعب. محمد علي وصل إلى ما وصل إليه عن طريق الزعماء والشعب والعلماء، ولكن محمد علي تنكر للزعامة الشعبية التي أوصلته إلى الحكم، ودي سؤالنا دلوقتي دلل على صحة العبارة الآتية: تنكر محمد علي للزعامة الشعبية التي أوصلته للحكم. إيه الدليل على كده يا دكتورة؟ نفي السيد عمر مكرم الى دمياط وحرمانه من نقابه الاشراف، ما هو معنى كده انه انا قدمت لك، انا كسيد عمر مكرم قدمت لك حاجات كتير. اول حاجه قدمت لك كرسي الوالي على طبق من فضه لما عزلت خورشيد باشا وعينتك انت محمد علي، انا كده تنكرت للدور اللي قام بيه السيد عمر مكرم. مش بس كده، الزعامه الشعبيه يا استاذ محمود ساعدت محمد علي في اكتر من موقف. يعني الموقف الاولاني سنه 1805 في مايو 1805 لما عزلوا خورشيد باشا وعينوا محمد علي. تاني حاجة سنة 1806 الزعامة الشعبية وقفت في ظهر محمد علي لما محمد علي جاله قرار من الأستانة بنقله إلى ولاية سالونيك. المرة الثالثة سنة 1807 لما جت حملة فريزر، وساعتها محمد علي كان في الصعيد، فوقعت أعباء الحملة بأكملها على أهالي رشيد وحماد، والزعامة الشعبية كانت واقفة في ظهر محمد علي. يبقى الزعامة الشعبية وقفت 3 مرات في ظهر محمد علي، وفي النهاية سنة 1809 محمد علي أراد أن يخلع الطوق اللي حطه على رقبته الزعامة الشعبية، اللي هو ألا تفرض أي قرار دون الرجوع للزعامة الشعبية. بمنتهى البساطة حرم السيد عمر مكرم من نقابة الأشراف، وتم إلقاء أو نفيه إلى دمياط ومنها إلى خارج البلاد، وبالتالي تنكر محمد علي إلى الزعامة الشعبية بنفي السيد عمر مكرم إلى دمياط. طبعا أحفاد محمد علي وأولاده تولوا الحكم بعد أن تنحى أو طبعا استبعد محمد علي عن الحكم نتيجة ظروف مرضية. محمد علي بعد أن استبعد عن الحكم تولى ابنه الأكبر إبراهيم باشا حكم البلاد، ولكن إبراهيم باشا لم يمكث في الحكم إلا عدة شهور حيث توفى، وتولى بعده عباس الأول. عباس الأول طبعا هو حفيد محمد علي، هو ابن طسم باشا ابن محمد علي. بعد عباس باشا جاء سعيد محمد سعيد باشا، هو ابن محمد علي، وطبقا لفرمان الوراثة أصبح هو حاكما على مصر بعد وفاة عباس الأول. سعيد باشا طبعا هو أول من فتح باب الاستدانة في مصر، حيث عقد أول قرض مع أحد بنوك أوروبا عام 1862 وبالتحديد بنك بريطاني، ثم اندفع محمد سعيد باشا في طريق الاستدانة. كان يستدين من البيوت المالية الأوروبية ومن المرابين الأجانب، يستدين بسندات على الخزانة المصرية. ورغم كل هذه المساوئ التي تنسب لعهد سعيد، ألا أن سعيد باشا اهتم بإصلاح أحوال الفلاحين؟ وده السؤال بتاعنا يا دكتورة، لما يقول لنا دلل اهتم سعيد باشا بإصلاح أحوال الفلاح المصري. أغسطس 1858، الرقم ده خلينا حافظينه عشان هو ده تاريخ إصدار سعيد باشا اللائحة السعيدية. إيه اللائحة السعيدية دي؟ أعطى للفلاح حق امتلاك الأرض الزراعية بحق الرقبة، وكمان ألغى نظام الاحتكار. يبقى أغسطس سنة 1858 سعيد أصدر اللائحة السعيدية التي أصبح من حق الفلاح المصري امتلاك الأرض لأول مرة في تاريخ مصر الحديث، وبالتالي لغى بها نظام الاحتكار. طبعا الاحتلال البريطاني في مصر وقع في عام 1882 بعد فشل الثورة العربية وفشل العربيين في التصدي لهذه الحملة الإنجليزية الظالمة على مصر. الإنجليز احتلوا مصر في عام 1882 وفشل عرابي وزملائه نتيجة عدة أسباب. طبعا عندما احتل الإنجليز مصر أهم ما ركز عليه الإنجليز هو استغلال مصر، وكان أول ما استغلوه هو الاقتصاد المصري، حيث وجه الإنجليز الاقتصاد المصري لخدمة مصالحهم الشخصية فقط. سؤالنا هنا يا دكتورة بيقول دلل على صحة العبارة الآتية: وجه الإنجليز اقتصاد مصر لمصلحتهم بعد الاحتلال عام 1882. الاقتصاد الإنجليزي كان قايم على الاقتصاد المصري، انا كانجلترا مش محتاجه من مصر صناعه لان انا اصلا عندي صناعه في اوروبا،
امال انا محتاج ايه؟ محتاجه الزراعه، يبقى ههتم بالزراعه وزرعت محصول واحد بس اللي هو محصول القطن علشان اصدره كماده خام لاوروبا وانجلترا بالتحديد يعني، وبالتالي استخدم القطن ده في صناعه الملابس والمنسوجات وبعد كده افتح بيها اسواق في مصر. يبقى وجه الانجليز الاقتصاد المصري كله في مجال الزراعه وبالتحديد زراعه القطن، واهملت انجلترا جميع مناحي الاقتصاد سواء التجاره او الصناعه. ننتقل الى نوع اخر من الاسئله وهو سؤال الاختيار من متعدد. سؤال اختر الاجابه الصحيحه من بين الاقواس دي يا اولاد. سؤال بيحتاج مننا الى تركيز عالي جدا. ليه تركيز عالي؟ لان احيانا الممتحن بيجيب لنا سؤال وبيجيب لنا الاختيارات بتاعته متشابهة أو متقاربة، محتاجين ندقق كويس جدا جدا علشان نختار الإجابة المطلوبة بالظبط. هناخد مجموعة من الأسئلة. أول سؤال بيقول لنا: اختار الشعب المصري محمد علي واليا على مصر بعد عزل الوالي. جاب لنا اختيارات: خورشيد باشا، محمد بك الألفي، والبرديسي. عايزه اعلم اولادنا يا استاذ محمود، ده سياسه جديده ممكن نحل بيها سؤال واحنا مش عارفينه. السياسه دي اسمها سياسه الاستبعاد. خلي الشاشه معانا كده علشان انا حابه الاولاد يبقى قدامهم الشاشه. احنا هنتخيل احنا مش عارفين الاجابه. طيب ابدا استبعد الاجابات الغلط. البرديسي الشعب المصري ما اختاروش، لان البرديسي صار الشعب المصري عليه سنه 1804. محمد بك الالفي اصلا ما كانش موجود في الوقت ده لانه كان بره مصر لما سافر مع انجلترا. يبقى الإجابة الصحيحة هتكون خورشيد باشا. يبقى اختار الشعب المصري خورشيد باشا، أو اختار محمد علي بعد عزل خورشيد باشا. يبقى هنا الإجابة كانت سهلة هنا، بس ممكن يجينا سؤال احنا مش عارفينه، فنستخدم مع السؤال نفس الاستراتيجية اللي أنا علمتها لكم، سياسة استبعاد الخطأ، وبالتالي هيكون فرصة إن احنا نجاوب إجابة صح هتكون فرصة كبيرة إن شاء الله. تمام. سؤال آخر. احنا عارفين طبعا يا اولاد ان محمد علي قسم مصر، او حاول محمد علي اصلاح مصر اداريا. ليه؟ لان محمد علي عندما تولى الحكم كانت الاداره المصريه قد وصلت الى درجه كبيره من التردي والتدهور نتيجه الحكم العثماني. العثمانيين ادوا في نظامهم الذي وضعوه في مصر الى التدهور الاداري. محمد علي اراد أن يصلح أحوال الإدارة في مصر لكي يتمكن من السيطرة التامة على البلاد. لكي يسيطر محمد علي على مصر قام بوضع نظام إداري منظم وحاسم. هذا النظام اعتمد على تقسيم مصر إلى عدة مديريات، كما أنه قام في القاهرة حكومة مركزية. من هذه الحكومة في القاهرة تصدر الأوامر واجبة التنفيذ إلى جميع المديريات، كما أنه تم بإقامة مجالس شبه نيابية أو مجالس استشارية زي الديوان العالي ومجلس المشورة. سؤالنا هنا يا دكتورة بيقول لنا: قسم محمد علي مصر إلى نقط مديريات. محمد علي لما جه أصل مصر قسمها لسبع مديريات. وكانت طبعا مركز هذه المديريات هي القاهرة. دكتورة هنا بياخدني الكلام لإسماعيل. إسماعيل قسم مصر إلى ثلاث أقسام فقط. مصر العليا، مصر السفلى، والوسط اللي هو القاهرة. يعني إسماعيل قسم مصر إلى ثلاث أقسام، أما محمد علي فقسم مصر إلى سبع مديريات. بالضبط كده. تمام. عندنا سؤال آخر. انتصر سليم الأول على الصفويين. وهنا لازم نركز في قراءة السؤال يا أولاد. أصل سليم الأول انتصر على الصفويين وانتصر على المماليك، وعندنا معركة ديو البحرية، وعندنا معركة الريدانية وجلديران ومرجدابق. هنا ركز السؤال عاوز إيه مني بالضبط. ده هنا بيتكلم عن سليم الأول وبيتكلم عن الصفويين. يبقى هنا يا دكتور الاجابه هتكون اختار طبعا جلديران، لان هي دي اللي كانت في ايران سنه 1514 بين الصفويين بقياده الشاه اسماعيل الصفوي وبين سليم الاول اللي هو من العثمانيين، وانتهت زي ما عرفنا بانتصار سليم الاول وتحول تبريز الى ولايه، او تحول ايران الى ولايه عثمانيه وسقوط تبريز. احنا عارفين طبعا يا اولاد ان نابليون بونابرت قام بحملته على الشام في عام 1799، وكان هدف الحملة دي هو القضاء على الجيش العثماني قبل أن يصل إلى مصر. نابليون بونابرت عندما قام بحملته على الشام ارتكب أبشع مذبحة في تاريخ المنطقة العربية، وهي مذبحة يافا البشرية التي لا تقل بشاعة عن مذبحة محمد علي التي قام بها في القلعة ضد المماليك. نابليون بونابرت فشلت حملته على الشام وعاد مهزوما وهزم تحت أسوار عكا، وعند عودته إلى مصر دارت بينه وبين العثمانيين معركة
هذه المعركة هي معركة شهيرة في التاريخ. بعدها مباشرة غادر نابليون مصر وترك الحملة تحت قيادة الجنرال كليبر. السؤال هنا يا دكتورة بيقول لنا، غادر نابليون مصر بعد معركة أبو قير البحرية ولا شبرخيت ولا أبو قير البرية؟ في تشابه خلي بالك يا دكتورة بين بالظبط. البرية والبحرية في احنا المعنى. البحريه اصلا كانت اغسطس 1798، يعني مجرد نزول الحمله لمصر. شبرخيت طبعا كانت في البدايه، ونابليون بونابرت لسه عمل بعديها امبابه ودخل القاهره وبعد كده راح على الشام. لكن المعركه اللي غادر بعديها نابليون بونابرت هي ابو قير البريه، اللي كانت في يونيو عام 1799. والمعركه دي على يعني بعد ما انتصر فيها نابليون بونابرت، جات له اخبار سيئه عما يدور في فرنسا، فاراد التخفي والهروب سرا من مصر، وترك امر الحمله الى الجنرال كليبر. هناخد نوعية كليبر بقى ليه قصه. خلينا قبل ما ننتقل نشوف كليبر والفكره بتاعت كليبر اصلا كان عايز يعمل ايه، عشان ما نسيبش الحمله في الفرنسيه. مغادرة الحملة. بالظبط. كليبر كان من اشد المعارضين لاستمرار الحمله الفرنسيه لمصر، يعني كليبر كان شايف انه اعداد الحمله بتتناقص، طب المخاطر. معلش يا دكتور عفوا، ناخد فاصل سريع ونرجع لكليبر بسرعة. اهلا بيكم اعزائي الطلاب بعد الفاصل، وكنا وصلنا لحد سؤال. السؤال ده كلنا طبعا متعودين عليه ومتدربين عليه كتير جدا جدا، وهو سؤال الصواب والخطأ. السؤال بيقول لنا ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة أو علامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. ولو قال لنا يا أولاد اكتب كلمة صح أو كلمة خطأ، يبقى برضه نكتبها باللغة العربية، مفيش أي مشكلة فيها. هنا شروط امتياز حفر قناة السويس كانت في صالح مصر. هنا دكتور قبل ما نقول صح ولا غلط، عايزين نلقي الضوء سريعا على شروط الامتياز. مبدئيا كانت شروط امتياز حفر قناة السويس شروط مجحفة لمصر والمصريين. يعني ايه كلمة مجحفة يا استاذ محمود؟ يعني ظالمة. طب الشروط دي كانت بتقول ايه؟ كانت بتقول تتنازل الحكومة المصرية عن جميع الأراضي التي تراها الشركة الفرنسية صالحة للقناة. والله الشركة الفرنسية شافت ان حتة الأرض اللي قدام بيتنا صالحة للقناة، فهتاخدها من الحكومة المصرية مجانا. فده أول شرط مجحف، ان الحكومة المصرية هتديك كل الأراضي اللي انتوا عايزينها. اتنين، على الحكومة المصرية حفر قناتين، حفر قناة السويس اللي هي العادية بتاعتنا، وحفر قناة لتوصيل مية نهر النيل إلى قناة السويس اللي هي عرفت بعد كده بترعة الإسماعيلية. تنزع ملكية الأراضي من هؤلاء الفلاحين التي تمر في أراضيهم القناة. مش بس كده، ده كمان القناة هتقوم بتحصيل، أو الشركة الفرنسية هتقوم بتحصيل مبالغ نظير مرور التجارة سفن أو مرور البواخر داخل هاتان القناتين. يعني إن الحكومة الفرنسية أو الشركة الفرنسية اللي هي حتة الأرض بتاعتي اللي انتزعتوا ملكيتها، وأنا حابة أمشي بيها أو أمشي في المياه بتاعتها أو أروي منها الأراضي بتاعتي، فأنا كمان هدفع أجر نظير هذا. أربع، أخماس العمال مصريين، يعني 80% من العمالة اللي هتحفر قناة السويس دي هتكون عمالة مصرية، 15% بس من أرباح القناة هتكون لمصر والمصريين. فدي طبعا شروط كلها كانت في صالح الشركة الفرنسية. عشان كده بنقول شروط حفر قناة السويس كانت شروط ظالمة ومجحفة. كلمة مجحفة يعني ظالمة لمصر والمصريين. فطبعا هنا العبارة خطأ، لأنها ما كانتش في صالح مصر إطلاقا على الإطلاق. يبقى نرجع للسؤال بتاعنا تاني، كانت شروط امتياز حفر قناة السويس في صالح مصر؟ طبعا الإجابة خاطئة. طبعا احنا عارفين يا أولاد أن محمد شريف باشا تولى الوزارة بعد مظاهرة عابدين الكبرى، عندما قام أحمد عرابي وزملائه بتقديم مطالبهم إلى الخديوي توفيق، وما حدث أمام قصر عابدين من تحدي بين الخديوي وعرابي وانتصار إرادة الشعب التي يمثلها أحمد عرابي. فقام الخديوي بإسناد الوزارة إلى محمد شريف باشا بعد عزل وزارة رياض المستبدة. محمد شريف باشا عندما تولى الوزارة أراد أن يضع دستور لمصر بعد إجراء انتخابات واختيار أعضاء مجلس النواب، وتم عرض هذا الدستور الجديد على مجلس النواب. وهنا يا دكتورة، عندما قام محمد شريف باشا بعرض الدستور على مجلس النواب، حدثت أزمة شديدة بين مجلس النواب وبين محمد شريف باشا. شريف باشا كان خايف الميزانية لما تتعرض في مجلس النواب هتعمل مشاكل، فرفض انه يشارك مجلس النواب في مناقشة الميزانية. هذا ما اعترض عليه مجلس النواب وقال لا، من حق مجلس النواب ومن حقه الدستوري هو انه يناقش الميزانية. ولكن مع اصرار شريف باشا على عدم مناقشة الميزانية علنية خوفا من التدخل الاجنبي في شؤون مصر الداخلية،
انتهزت انجلترا وفرنسا الفرصه دي، وراحت بعتت المذكره المشاركه الاولى اللي كانت يوم 7 يناير 1881. المذكره دي بتقول ايه؟ او 1882. المذكره دي بتقول ايه؟ بتقول لو سمحتوا حلوا مجلس النواب اللي عامل مشكله. يعني مجلس النواب اللي عامل لكم مشكله ده حلوه. فكان عندنا احنا ايه ده اللي بيتقال ده؟ ده احنا تعبنا لحد ما عملنا دستور وعملنا مجلس نواب. فطبعا شريف باشا قام بتقديم استقالته على اثر قبول الخديوي هذه المذكره المشتركه الاولى من انجلترا وفرنسا. تمام، هنا السؤال بيقول لنا تولى شريف باشا رئاسه الوزراء المختلطه؟ طبعا هنا الاجابه خاطئه، لان من تولى مين؟ نوبار باشا. نوبار. عندنا سؤال اخر، هذا السؤال يمكن في الجزئيه الخاصه بثوره 1919. احنا عارفين يا اولاد ان سعد زغلول باشا تولى زعامه الحركه الوطنيه بعد الحرب العالميه الاولى، بعد انتهاء الحرب العالميه الاولى تحديدا، تولى سعد زغلول زعامه الحركه الوطنيه، وشكل سعد زغلول ومجموعه من زملائه من اعضاء الجمعيه التشريعيه وفد. هذا الوفد ذهب الى المعتمد البريطاني لكي يعرض مطالب مصر في الاستقلال، وهنا قوبل رفض طلبهم بالرفض من جانب المندوب السامي البريطاني. سعد زغلول وزملائه أصروا على استكمال مطالبهم. انجلترا لما لقي سعد زغلول وزملائه مسببين لهم يا أولاد قلق شديد جدا في الشارع المصري، ألقوا القبض على سعد زغلول وثلاثة من زملائه، وتم نفيهم عام 1919 إلى جزيرة مالطا، ودي كانت أول مرة يتنفي فيها سعد زغلول. بعدها قامت الثورة، ثورة 1919، وما أعقبها من أحداث كان أهمها الإفراج عن سعد زغلول وحضور مؤتمر الصلح، ثم لجنة ميلنر وما ترتب عليها، وأخيرا تصريح 28 فبراير عام 1922. هذا التصريح الذي جاء شكليا في صالح مصر، ظاهريا في صالح مصر، حيث أنه اعترف باستقلال مصر وأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة، ولكنه جوهريا لم يعطي مصر استقلال حقيقي بسبب التحفظات الأربعة. على أي حال يا أولاد، هذا التصريح، تصريح 28 فبراير، ترتب عليه العديد من العوامل، كان من أهمها تشكيل وزارة عبد الخالق ثروت باشا، لجنة لوضع الدستور، وبعدها أجرية الانتخابات العامة، وتم اختيار سعد زغلول رئيسا للوزراء بناء على أول انتخابات دستورية في مصر. السؤال هنا يا دكتورة، شكل عبد الخالق ثروت باشا أول وزارة برلمانية في مصر؟ العبارة طبعا هنا خطأ، لأن سعد زغلول هو اللي شكل أول وزارة برلمانية بعد ما فاز حزب الوفد بأغلبية مطلقة في أول انتخابات برلمانية سنة 1924. هنا برضه دكتور عاوز حضرتك تلقي الضوء برضه على أسباب استقالة وزارة سعد. حصل حادثة في نوفمبر 1924 اسمها مقتل السورلستيك، مجموعة كده من المتطوعين الفدائيين المتهورين عندنا راحوا اغتالوا القائد عام الجيش الإنجليزي كان موجود في مصر في الوقت ده، وبدأ في الوقت ده المعتمد البريطاني يقول على الحكومة المصرية دفع مبلغ نصف مليون جنيه كتعويض عن مقتل السورلستيك وسحب الجيش المصري من السودان. فسعد زغلول طبعا رفض هذا المطلب، وبالتالي قدم استقالته في نوفمبر سنة 1924 في وزارة بتقوم ويتم زي ما بنقول حلها في أقل من 11 شهر بسبب حادثة مقتل السورلستيك. احنا عارفين يا اولاد ان دستور 1923 رغم عيوبه الا انه لم يخلو من المزايا. ليه؟ لان دستور 1923 كان ينص ويقرر ان الامه هي مصدر السلطات، كما انه نص على المساواه بين المصريين جميعا في الحقوق والواجبات، رغم ان هذا الدستور اعطى للملك سواء الملك اللي موجود اللي كان الملك فؤاد او ما ياتي بعده الحق في حل مجلس النواب في الوقت الذي يراه. الشعب المصري تمسك بدستور 23 لأن هذا الدستور قرر أن الأمة هي مصدر السلطة، حتى جاء إسماعيل صدقي باشا الذي قام بإلغاء هذا الدستور، دستور 23، ووضع دستور جديد لمصر وهو دستور 1930. هذا الدستور الذي أهدرت فيه حقوق الأمة وزاد فيه نفوذ الملك. سؤالنا هنا دكتورة، ضع علامة صح أو خطأ، عارض الشعب المصري دستور 1930؟ دي حقيقة، العبارة صحيحة، لأن زي ما حضرتك قلت دستور 30 أهدر الحقوق والحريات اللي أخدها الشعب المصري في دستور 30، وإدى الملك سلطات واسعة جدا، عشان كده اضطر الملك بعد كده إنه يعيد للحياة تاني دستور 23 سنة 1935 تقريبا في الوقت ده.
سؤالنا هنا عن عباس باشا. احنا قلنا من شوية يا اولاد ان محمد علي استبعد عن الحكم نظرا لظروفه المرضية، وتولى ابنه ابراهيم باشا، وبعد ابراهيم جاء عباس الاول ابن قاسم باشا وهو ابن محمد علي. اذن عباس الاول هو حفيد محمد علي. عصر عباس يا دكتورة كان من عام 1848 لحد لحد 1854 1854، تمام، فترة مش قليلة، تمام. عصر عباس هل كان عصر نهضة وتقدم مثل جده لا محمد علي؟ إطلاقا، اختلف تماما عصر عباس باشا الأول عن عصر محمد علي. كل مناحي الحياة توقفت، كل أساليب النهضة اللي كانت موجودة في عهد محمد علي توقفت تماما في عهد عباس باشا الأول، سواء التعليم، المصانع، الصحة، كل حاجة توقفت. طب نبدأ أول حاجة بالتعليم. عباس باشا الأول ألغى كل المدارس، ما أبقاش غير على الطب والمهندس خان، يعني كل المدارس اللي اتعملت في عهد محمد علي دي توقفت تماما. كل المصانع تم إغلاقها، تم تخفيض أعداد الجيش، يعني حتى أعداد الجيش تم تخفيضها. كل النواحي الاقتصادية اللي ممكن تثري الحياة في مصر في عصر عباس باشا الأول تم توقفها. عباس باشا الأول مش بس كده، ده هو يعني بعد ما دمر الاقتصاد المصري ودمر التعليم والثقافة، فكر يعمل حاجة واحدة بس. يعني الميزة الوحيدة لعصر عباس باشا الأول هو إنه شرع، يعني بدأ في مد خط سكة حديد يربط بين القاهرة والإسكندرية. شرع، يعني بدأ يفكر وبدأ يعمل مشروع لده. لكن اللي أنهى الخط ده وافتتحه رسميا هو سعيد باشا أو محمد سعيد باشا. إذن هنرجع لسؤالنا مرة تانية، ضع علامة صح أو خطأ، توقفت حركة النهضة في عهد عباس. طبعا الإجابة هنا هتكون صحيحة. صحيح. إحنا عارفين يا أولاد أن محمود سامي البارودي تولى رئاسة الوزراء بعد استقالة محمد شريف باشا على إثر الخلاف الذي حدث بين الشريف ومجلس النواب اللي قالت لنا عليه الدكتورة إيلاريا دلوقتي. بعد الخلاف بين مجلس النواب وشريف باشا ووصول المذكرة المشتركة الأولى إلى الخديوي توفيق، استقال محمد شريف باشا وأسندت الوزارة إلى محمود سامي البارودي. محمود سامي البارودي أصبح رئيسا للوزراء أو رئيسا للحكومة. وفي وزارة البارودي اختير أحمد عرابي وزيرا للحربية، واختير محمود فهمي وزيرا للبحرية. كانت هذه الوزارة وزارة بتمثل الحركة الوطنية، بتمثل الثورة المصرية، ولذلك هذه الوزارة أطلق عليها وزارة الثورة. لو جالنا السؤال ده بما تفسر، هنقول لأن أحمد عرابي أصبح فيها وزيرا للحربية. وهنا السؤال بتاعنا بيقول أطلق على وزارة البارودي وزارة الثورة، الإجابة صحيحة، لتولي عرابي فيها وزارة الحربية. سؤال آخر، أعاد الخديوي توفيق العمل باللائحة الأساسية، وكلمة اللائحة الأساسية معناها هنا الدستور. هل يا دكتور الخديوي توفيق في بداية حكمه كان حريص على وجود حياة نيابية حقيقية في مصر؟ للأسف لأ. الخديوي توفيق أدرك إن بقاؤه على عرش مصر مرهون بتحقيق رغبات كل من إنجلترا وفرنسا. يعني أنا عشان أفضل أنا كخديوي موجود على عرش مصر وخديوي هذا البلد لازم أحقق رغبات إنجلترا وفرنسا. فعمل إيه؟ رفض اللائحة الأساسية بالدستور. هو السؤال هنا بيقولك هل أعاد الخديوي توفيق اللي عمل باللائحة الأساسية؟ لأ، ده الخديوي توفيق رفض العمل باللائحة الأساسية للدستور وعطلها تماما وعطل جلسات مجلس النواب. فبالتالي هو مش راجل بيحب الحياة الدستورية، ده بيحب الحكم المطلق عشان طبعا يرضي إنجلترا وفرنسا. يبقى هنا طبعا العبارة خطأ لأنه عطل أو رفض اللائحة الأساسية أصلا للدستور. يبقى هنا نرجع لسؤالنا، أعاد الخديوي توفيق العمل باللائحة الأساسية. طبعا الإجابة خاطئة. فرنسا يا أولاد كانت تساند مصطفى كامل وتساند القضية المصرية. فرنسا دائما وأبدا كانت تهاجم إنجلترا وتهاجم الاحتلال الإنجليزي لمصر. فرنسا فضلت بتساند مصر، تساند مصطفى كامل. مصطفى كامل كان طبعا بيعتمد على الصحافة الفرنسية في الهجوم على الإنجليز والاحتلال الإنجليزي في مصر، وظلت فرنسا تؤيد وتساند وتقف بجوار مصطفى كامل والشعب المصري. حتى عام 1904 يا دكتورة وقعت حادثة أو حدث اتفاق غير هذه المساندة دي حقيقة. ضد الشعب المصري. سنة 1904 حصل حاجة اسمها الاتفاق الودي بين انجلترا وفرنسا. انجلترا وفرنسا اللي على طول بيتخانقوا وعلى طول في بينهم صراعات وصراعات على مستعمرات ومين يجمع اكبر مستعمرات، لأول مرة هيتفقوا سنة 1904. طب انجلترا عايزة ايه وفرنسا عايزة ايه وفرنسا عايزة ايه من انجلترا؟ اتفقت كل من انجلترا وفرنسا على
أن تطلق إنجلترا يدي فرنسا في مراكش في مقابل أن تطلق فرنسا يدي إنجلترا في مصر. يعني إنجلترا عايزة تحكم مصر، خلاص فرنسا تسكت. إنجلترا فرنسا عايزة تحكم مراكش، يبقى خلاص إنجلترا ما تتكلمش، ما تعارضش، ما تنددش، ما ترفضش دوليا. يبقى وبالتالي هنا أدرك الشعب المصري ضرورة الاعتماد على نفسه في الكفاح ضد الاحتلال البريطاني. هنا فرنسا أوضحت وبانت جدا قدام الشعب المصري هي مش بتهتم غير بمصالحها. مش معنى انها كانت بتساند مصطفى كامل ان هي كانت عايزه مصلحه مصر، بالعكس دي كانت عايزه مصلحتها هي الشخصيه. عشان كده سنه 1904 ده كان عامل مفاجآت بالنسبه لمصطفى كامل لما ادرك حقيقه جاليه باينه كده قدام الناس كلها، انه لازم يا مصطفى كامل تعتمد على الشعب المصري في الكفاح، وتعتمد على الشعب المصري داخليا، وما تعتمدش على اي قوى سياسيه خارجيه لانها هتعتمد على مصالحها. وده طبعا ظهر في حادثه الاتفاق الودي. إذن هنرجع لسؤالنا تاني، تخلت فرنسا عن مساندة مصطفى كامل بعد عام 1904، الإجابة صحيحة. صحيح. محمد فريد يا أولاد تولى قيادة وزعامة الحركة الوطنية بعد رحيل مصطفى كامل، حيث توفى مصطفى كامل عام 1908 بعد كفاح ونضال ضد الاحتلال الإنجليزي الغاشم. مصطفى كامل كان يساعده ويسانده صديقه محمد فريد. محمد فريد يا أولاد تولى زعامة الحركة الوطنية وتولى رئاسة الحزب الوطني بعد وفاة مصطفى كامل عام 1908، ولكن الظروف التي تولى فيها محمد فريد كانت ظروف غير مواتية، غير مناسبة تماما. لماذا؟ لأن الخديوي عباس حلمي الثاني الذي كان يساند مصطفى كامل وكان يقف بجانب الحركة الوطنية والشعب المصري تحول تماما عن مساندة مصطفى مساندة محمد فريد وعن مساندة الحركة الوطنية، وأصبح الخديوي صديقا للاحتلال الإنجليزي. وهنا وقع محمد فريد في مشكلة كبيرة جدا، وهي أن عليه أن يواجه الخديوي عباس حلمي الثاني وأن يواجه الاحتلال في نفس الوقت. محمد فريد يا أولاد لما لقى نفسه وقع بين شقي الرحى بين الخديوي وبين الاحتلال الإنجليزي، لجأ محمد علي إلى الاعتماد على الشعب المصري. محمد علي دكتور محمد فريد الدكتورة آسف عفوا محمد فريد الدكتورة لجأ إلى تثقيف الشعب المصري، لجأ إلى الاعتماد عليه. ماذا أو ما هي الخطوات التي اتخذها محمد فريد لكي يجعل من الشعب المصري قوة مساندة له؟ مبدئيا فكر إزاي يثقف الشعب ده، فبدأ يفتح مدارس ليلية لتعليم الفقراء. يعني ايه مدارس ليليه؟ يعني انا دلوقتي عامل في مصنع، الصبح شغال في المصنع، طب ليه؟ انا عايزه اتعلم، عايزه اتثقف، هفتح لك مدرسه كده علشان تعلمك القرايه والكتابه، وبالتالي يبقى عندك ثقافه عشان تقدر تقرا وتبدا تطلع على ما يدور حولك. كمان محمد فريد اهتم جدا 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 بانه يحرك الحركه العماليه ويعمل نقابات للعمال. يعني اكيد اي حد بيسمعنا دلوقتي بيرجع الفضل في انشاء النقابات العماليه للزعيم الراحل محمد فريد، لانه بدا يقول يا جماعه لا لازم يبقى في نقابه تجمعنا علشان تطالب بحقوق العمال. فمن هنا بدات الحركه السياسيه والحركه العماليه والمدارس الليليه تحرك وتثقف الشعب المصري. فبالتالي الثقافه اللي اكتسبها الشعب المصري دي كانت الاداه والسلاح اللي استخدمها ضد الاحتلال. يعني انا شخصيا بعتبر ان الثقافه اللي انتشرت سواء في عهد مصطفى كامل او في عهد محمد فريد، احنا عندنا مصطفى كامل كان بيدعو لانشاء الجامعات المصريه، محمد فريد قال التعليم مجاني، قال في مدارس ليليه لتعليم الفقراء، قال في حركات عماليه ونقابيه. يبقى هنا انا استخدمت التعليم والثقافه اداه لتحرير الشعوب من الاحتلال، وهي دي الثمار اللي احنا جنيناها بعد كده في 19. يعني اللي عمله مصطفى كامل في تاريخه والنضال السياسي ومن بعده محمد فريد، الشعب المصري جنى ثمار ده في 19 لما نزلنا كلنا الشارع، نزل الشعب المصري يعني كل الشارع سواء مسيحيين مسلمين عمال موظفين طلبه وشباب ازهر، والاول مره المراه شاركت في مظاهرات شعبيه. فمعنى كده ان انا خلاص انا بقى عندي ثقافه وايمان داخلي، حتى لو انا مش متعلم، لو انا عامل جوه مصنع فانا عارف حقي السياسي. فده كله يرجع لمحمد فريد لما اهتم بتعليم الفقراء، لما اهتم بمجانيه التعليم، لما جعل التعليم الزامي للاطفال، لما بدا يحرك النقابات العماليه وينشئ للعمال المدارس الليليه. اذا هنرجع لسؤالنا مره ثانيه، دعا محمد فريد الى انشاء مدارس الشعب الليليه لتعليم العمال والفقراء، طبعا اجابه صحيحه. برضو سؤال هنا عن مصطفى كامل ومحمد فريد، قام محمد فريد بتأسيس جريدة اللواء عام 1900 باللغة العربية والفرنسية. دكتورة نص العبارة صح ونصها غلط.
يعني هي فعلا جريدة الوقائع المصرية تم تأسيس سنة لا هي 1900، يعني دكتورة هنا معلش اللواء مش جريدة الوقائع، اللواء معلش نرجع سنة للسؤال مرة تانية 1900. عشان برضو نشوفه على الشاشة. قام محمد فريد بتأسيس جريدة اللواء. لا، هي جريدة اللواء سنة 1900 مش اللي أسسها محمد فريد. ايوه يعني هنا نص الإجابة، نص العبارة صح ونصها خطأ. النص الصح بتاعها إن هي فعلا بالسنة 1900 1900 وباللغة الفرنسية والعربية. أما الجزء الخطأ فيها هو الجزء الأولاني، محمد فريد مش هو اللي أسس جريدة اللواء، اللي أسس جريدة اللواء الزعيم الراحل مصطفى كامل سنة 1900، يبقى يبقى العبارة الإجابة خطأ. خطأ. طبعا احنا عارفين يا أولاد أن المماليك الجيش المملوكي في مواجهة الجيش العثماني كانت هناك طبعا عدم تكافؤ، كان هناك عدم تكافؤ بين قوة الجيشين. لماذا؟ لأن المماليك يعتمدون على الأسلحة القديمة، العثمانيين يستخدمون الأسلحة الحديثة. دولة المماليك دولة مفككة بها اضطرابات، فتن، ثورات داخلية، تطاحن بين المماليك على السلطة والحكم، في حين أن الدولة العثمانية دولة مستقرة داخليا وقوية عسكريا. السؤال هنا بيقول لنا استخدم المماليك المدافع والمعدات الحديثة في مواجهة القوات الفرنسية. طبعا هنا الإجابة لو خاطئة. كانوا استخدموها ما كناش انهزمنا. وما كانش حصل غزو العثماني لمصر. صحيح. سؤال آخر، مصر واليونان. هنا يا دكتورة احنا السؤال ده عارفين، حلو جدا. احنا عارفين يا دكتورة طبعا أن السلطان العثماني أراد أن يستغل القوة التي وصل إليها محمد علي. محمد علي عمل جيش حديث، عمل أسطول حديث قوي. محمد علي استعان بالضباط الأوروبيين في إقامة الجيش المصري الحديث. محمد علي استطاع بفضل الجيش القوي المصري أن يسترد الجزيرة العربية من الوهابيين ويعيدها إلى السلطان العثماني. محمد علي ورغما عن أنف السلطان استطاع أن يسيطر على السودان في الفترة من عام 1820 ل 1822. ثم جاءت حروب اليونان. عاوزين نعرف يا دكتورة قصة المورة وحرب اليونان مع محمد علي. هما مين اصلا شعوب المورا؟ شعوب سكنت اليونان، واليونان في الوقت ده كانت تابعه للامبراطوريه العثمانيه، يعني انا كشعب يوناني انا كده تابع للحكم العثماني. بدات شعوب المورا تعمل حركه تمرد، يعني عايزه، مش عايزه الحكم العثماني، عايزه تستقل تماما. راحت شعوب المورا بعد الحركه اللي قاموا بيها، حركه انفصاليه عايزه تنفصل عن الدوله العثمانيه، راح السلطان العثماني قال عندي مين اشطر جيش عندي في مصر؟ هو جيش العثماني، هو الجيش المصري مصر. بقياده محمد علي. خلاص تعالى يا محمد علي باعتبارك والي من الولاة بتوعي ومصر دي بتاعتي برضو، فتعالى لو سمحت روح الى المورا في اليونان واقضي لي على الحركة الانفصالية اللي بتقوم دي. هنا بدأت قوة محمد علي الدولية تبان. برغم هزيمة محمد علي في حرب اليونان الا ان السلطان العثماني اداله جزيرة كريت وقال له اتفضل دي هدية من يديك. لكن هناك حصلت حاجة غريبة جدا خلت السلطان العثماني يغضب على محمد علي غضب شديد جدا. ايه اللي حصل يا استاذ محمود؟ بعد محمد علي ما حاصر شعوب المورا فحبت الدول الاوروبيه تفك الحصار ده، فراحت جابت محمد علي وتحالفت معاه او عقدت معاه معاهده. المعاهده دي رفعت مكانه محمد علي الدوليه، بس كانت الطريقه اللي اترفعت بيها محمد علي مكانه محمد علي الدوليه انزعج منها السلطان العثماني. انت ازاي يا دول اوروبيه تروحي تعترفي بمحمد؟ هو محمد علي ده سلطان ولا والي؟ لا ده والي، يبقى كانت المفروض الدول الاوروبيه تتحالف مع السلطان العثماني. هنا ده ما حصلش، فبالتالي المعاهده اللي عقدها محمد علي مع الدول الاوروبيه دون الرجوع للسلطان العثماني بدات هنا حلقات التوتر بين محمد علي وبين السلطان العثماني بسبب حروب محمد علي في المورا. يبقى البدايه في حروب المورا كان رضا السلطان العثماني عن محمد علي، تعالى يا محمد يا علي يا حبيبي هات الاسطول بتاعك وروح اقضي لي على الحركه دي. محمد علي هناك ارتفعت مكانته لان الدول الاوروبيه عقدت معاه معاهده دون الرجوع للسلطان العثماني. هنا بقى السلطان العثماني اتضايق، ايه ده؟ ده انا بعت لكم زي ما يقولوا ايه نائب مش نائب كمان، ده يعني حاجه كده، يعني ده محمد علي يعني هو بالنسبه له مجرد حاجه، والي عنده، مجرد والي، حد شغال عندي يعني. فازاي هنا بقى السلطان العثماني اتضايق جدا، ومن هنا بدات فكره الانفصال بمصر عن الدوله العثمانيه تكبر في دماغ محمد علي. لا بقى ده انا بقيت كبير وبقى عندي نفوذ والدول الاوروبيه بتعمل لي حساب، يبقى هنا انا عايز انفصل بقى بمصر رسميا عن الدوله العثمانيه، وده بقى اللي هيخلي التوتر يزيد بين محمد علي وبين السلطان العثماني. يبقى لو رجعنا لسؤالنا تاني دكتوره، ارتفعت مكانه مصر دوليا بعد حروب اليونان. هنا طبعا الاجابه هتبقى صح، لان طبعا زي ما حضرتك وضحتي تفاوض دول اوروبيه. نرجع ليكم يا اولاد، بس هناخد فصل صغير ونرجع لكم بسرعه. اهلا بكم اعزائي طلاب الشهاده الاعداديه طلبه الدور الثاني بعد هذا الفاصل.
هنرجع تاني لسؤال الصواب والخطأ. السؤال اللي جاي بقى بيتكلم عن الفرنسيين ومدى نجاحهم أو فشلهم في إخضاع الصعيد لسيطرتهم. احنا عارفين يا أولاد أن نابليون بونابرت استمر في مصر مع الحملة الفرنسية، ثم جاء بعده كليبر، ثم مينو. خلال كل هذه الفترة التي مكث فيها الفرنسيون بقوادهم الثلاثة في مصر، لم يستطع أي منهم أن يسيطر على الصعيد. لماذا؟ هنا دكتورة السؤال ده ممكن يجينا في صورة بما تفسر فشل الفرنسيون في إخضاع الصعيد لسيطرتهم طوال فترة بقائهم في مصر. أول حاجة طول خط الوادي، الوادي طويل جدا 1000 كيلو، فالفرنسيين يعرفوا فين فيه. تاني حاجة المقاومة الشديدة جدا من أهالي الصعيد. الصعايدة عملوا حاجة اسمها سياسة القر والفر، والفرنسيين مش عارفين المداخل والمخارج اللي احنا الصعيد ممكن نقول عليها دكتورة حرب المناوشات. بالظبط كده. فأنا مش عارف جغرافية المكان والمنطقة دي كلها منطقة وعرة، يعني عارفين الناس اللي من الصعيد تقدر تشوف النيل وحوالين منه بيحوطوا الجبال من كل ناحية. فهنا الحرب بتاعت المناوشات دي منعت الفرنسيين من دخول الصعيد طيلة الفترة اللي قعدتها الحملة الفرنسية في مصر، سواء من 1798 حتى 1801. يبقى حرب المناوشات دي نمرة واحد. طول خط الوادي المماليك كانوا بيقاوموا مع أهالي الصعيد طبعا، وكان معاهم مراد بك، وده يعني عمل بطولي لمراد بك لما فر من إمبابة وراح الصعيد، كان واقف في ظهر الصعايدة الموجودين في مصر. تمام. ننتقل يا دكتورة إلى سؤال برضو لا يخلو منه امتحان للشهادة الإعدادية، وهو سؤال المفاهيم التاريخية. السؤال بيقول لنا يا أولاد اكتب المفهوم الذي تعبر عنه كل عبارة من العبارات التالية. هيجيب لك عبارات ومطلوب مننا نعرف ايه هي، او العبارة دي بتدل على أي مصطلح. اول مصطلح عندنا او اول عبارة عندنا بتقول رفض الشعوب للاحتلال ومظاهره ودفعه عن البلاد بمختلف الوسائل. دي حصلت كذا مرة عندنا، حصلت في اسكندرية سنة 1798، حصلت في ثورة القاهرة الأولى، حصلت في ثورة القاهرة الثانية، حصلت في طول خط الصعيد. يبقى دي كلمة مقاومة، يبقى المقاومة كانت موجودة مع المصريين في كل مراحل الاحتلال، سواء في الحملة الفرنسية، سواء في حملة فريزر، سواء في الاحتلال البريطاني على مصر. يبقى رفض الشعوب للاحتلال دي كلمة مقاومة. مقاومة، تمام. رحيل قوات الاحتلال عن البلد المحتل، ده طبعا كلمة جلاء. جلاء ورحيل قوات الاحتلال عن البلد المحتل. أمر سلطاني يصدره السلطان العثماني واجب التنفيذ، ده شفناه أكتر من مرة، ده فرمان شفناه في 1805 لما أصدر السلطان العثماني فرمان بعزل خرشد باشا وتعيين محمد علي، شفناه كمان في 1806 لما أصدر السلطان العثماني فرمان بتثبيت محمد علي على ولاية مصر، شفناه سنة 1840 و 1841 و 1848. شفنا كل الفرمانات اللي أصدرها السلطان العثماني كان بموجب هذا الفرمان ينفذ الوالي العثماني هذا القرار قرارا نافذا. يعني يمكن أهم فرمان عندنا دكتورة في المنهج وهو فرمان 1841، لأن الفرمان ده حدد مصير مصر أو مصير أو الشكل العام للحكم في مصر بعد وفاة محمد علي. فعلا الفرمان ده نص على الحكم وراثة لأكبر أبناء أسرة محمد علي سنا من الذكور. يعني أي حد هيكون من أسرة محمد علي وكبير في السن هو اللي هيتولى حكم مصر، باختلاف بقى هل هو ابنه، هل هو ابن أخوه، هل هو عم، يعني وهكذا. هنا دكتورة الفرمان لم يحدد أبناء محمد علي، ولكن قال من أسرة محمد علي. الفرمان بقى اللي هياخده إسماعيل بعد كده هيحدده أبنائه، أبناء محمد، أبناء بدليل أن عباس باشا الأول وده كان حفيد محمد علي ابن طوسم باشا تولى الحكم قبل عمه محمد سعيد، هو كان أكبر سنة، أكبر سنة من عمه محمد سعيد. بالظبط، هو قال لك من أسرة محمد علي أي حد بقى. تمام. بعد كده عندنا مصطلح آخر، تسهيلات منحتها الدولة العثمانية لرعاية الدول الأجنبية. دي طبعا امتيازات وشفناها في أكتر من حاجة، يعني شفنا الامتيازات بتاعت قناة السويس، شفنا الامتيازات الأجنبية اللي كانت في عهد الاحتلال البريطاني، ظهرت معانا امتيازات أجنبية في أكتر من مشهد في المنهج. واحنا عارفين طبعا يا اولاد ان الامتيازات الاجنبيه دي كان السبب الرئيسي في الازمه الماليه اللي حصلت في مصر في عهد اسماعيل، لان احنا عارفين يا اولاد ان اسماعيل في عهده تعرضت مصر لازمه ماليه، هذه الازمه الماليه طبعا ادت الى التدخل الاجنبي في مصر بعده صور. يمكن يا دكتوره كانت صور التدخل الاجنبي كتيره جدا، كان اولها بعثه كيف، ثم صندوق الدين، ثم المراقبه الثنائيه، واخيرا الوزاره المختلطه او الوزاره الاوروبيه العليا الاوروبيه، كل ده كان تدخل اجنبي. وانتهت طبعا بعزل اسماعيل وتوليه محمد توفيق حكم مصر. دي حقيقه. طيب
ننتقل إلى مصطلح آخر وهو الاستيلاء على أرض الغير بالقوة. احتلال، وده شفناه سنة 1807 في حملة فريزر، وقبليه 1798 في الحملة الفرنسية، وسنة 1882 في الاحتلال البريطاني على مصر. إذن عندنا ثلاث مصطلحات متشابهين شوية. عندنا مصطلح مقاومة وهو رفض الشعوب للاحتلال ومظاهره ودفعه عن البلاد بمختلف الوسائل. عندنا مصطلح جلاء وهو رحيل القوات الاحتلال عن البلد المحتل. عندنا مصطلح احتلال وهو الاستيلاء على أرض الغير بالقوة. دول ثلاث مصطلحات تقريبا متشابهين شوية وامتيازات أجنبية. وامتيازات أجنبية. طيب سؤال، لمن تنسب الأعمال الآتية؟ سؤال برضو مهم جدا. أول سؤال هنا عندنا، لمن تنسب الأعمال الآتية؟ اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح عام 1498. طبعا هنا البرتغاليين. آه ودول على فكرة البرتغاليين من أقدم الناس اللي كانت بتعمل حركة كشوف جغرافية، يعني الأسبان والبرتغال هم أقدم ناس كانت بتكتشف العالم من حولهم، لأنهم بيمتلكوا بحارة أو بيأجروا بحارة من إيطاليا. فعشان برضو الولاد يعرفوا يعني ايه مكتشف. مكتشف يعني رحاله كده بيروح ياخد سفينه وياخد معاه اكل وشرب وناس وحاجات كده زي ويقعد يلف. بيدرو كريستوفر كولومبوس والجماعه دول بالظبط، وماجلان والناس دي. حاكم اسكندريه الذي قاوم الحمله الفرنسيه حتى اعدموه. طبعا ده السيد محمد كريم، وله كل التحيه والتقدير، لانه حاول الدفاع عن مدينه الاسكندريه، ولكن الاسوار كانت ضعيفه فسقطت بطريقه سهله جدا قدام الفرنسيين. قاد ثورة القاهرة الثانية ضد الفرنسيين. طبعا احنا يا دكتورة عندنا ثورتين مهمين جدا جدا في عهد الحملة الفرنسية. عندنا يا ولاد ثورة القاهرة الأولى عام 1798 في شهر أكتوبر، هذه الثورة التي قامت ضد نابليون بونابرت. إذا ثورة القاهرة الأولى كان قائد الحملة الفرنسية آنذاك هو نابليون بونابرت، وهذه الثورة استخدم فيها نابليون بونابرت كل وسائل العنف والإرهاب ضد الشعب المصري. في حين أن ثورة القاهرة الثانية كان قائد الحملة آنذاك هو الجنرال كليبر، وترتب عليها تدمير حي بولاق وإحراق منازله. ثورة القاهرة الثانية يا دكتورة كانت بقيادة عمر مكرم. تمام؟ طيب. فقاد ثورة القاهرة الثانية هنا عندنا من هو حي بولاق. الزعيم عمر مكرم. الضابط الفرنسي الذي اكتشف حجر رشيد. هنا الضابط، احنا محتاجين اسم الضابط بوشار، لكن ناخد بالنا اللي فك رموزه هو شامبليون. ناخد بالنا جدا من الاسمين. الضابط اللي اكتشف الحجر اللي لقاه كان زي ما قلنا بوشار. سؤال اخر، قام بتطهير البحر الاحمر من القرصنه او من القراصنه. طبعا اللي عمل كده كان مهتم جدا بانه يعمل تجاره مع دول شرق قاره افريقيا. اللي حصل ده حصل في عهدين، في عهد كان مينو وفي عهد الخديوي اسماعيل. وفي الفتره دي كانت الفتره اللي هي توقفت التجاره فيها الخارجيه بالنسبه لمصر. هناخد سؤال آخر، إنشاء المطبعة الأميرية في بولاق. اللي أنشأ المطابع الأميرية في بولاق طبعا محمد علي، لأنه اهتم جدا بأنه يكون لمصر مطبوعات على المستوى الحكومي، سواء كانت مطبوعات تخص الكتب الدراسية أو المؤلفات اللي بيألفها المصريين أو التراجم اللي بتترجم الكتب من العربية إلى الإنجليزية إلى العربية اللي كانت بتقوم بها البعثات. طبعا يا أولاد تشير وثائق تاريخية إلى أن محمد علي اهتم بالتعليم، واتجه محمد علي في اهتمامه بالتعليم الى نقطتين او الى اتجاهين. الاتجاه الاول وهو اقامه المدارس الحديثه بمختلف انواعها زي مدرسه الطب والصيدله والزراعه ومدرسه الالسن وغيرها من المدارس اللي احنا بنسميها دلوقتي طبعا جامعه او كليه. كما ان محمد علي اهتم ايضا على الجانب الاخر بارسال بعثات الى اوروبا خاصه فرنسا. كما اهتم محمد علي بانشاء المطبعه الاميريه اللي كان ليها دور كبير جدا في طبع الكتب المؤلفه والكتب المدرسيه والكتب الادبيه والفنيه. ناخد سؤال تاني، وهو أحد الضباط الأوروبيين الذين استعان بهم محمد علي في إنشاء الجيش الحديث. ده طبعا سليمان باشا الفارسي أو الكولونيل الفرنساوي اللي هو سيف. ده بنسميه دكتورة الكولونيل سيف اللي أطلق على نفسه سليمان باشا، اللي هو طبعا سكان مصر القديمة عارفين الكولونيل سيف كويس جدا جدا، لأن هناك في ضريح الكولونيل سيف أو سليمان باشا الفرنساوي، وفي منطقة في مصر القديمة تسمى باسمه لحد الآن وهي منطقة الفرنساوي نسبة إليه. هنا دكتورة الكولونيل سيف أو سليمان باشا الفرنساوي كان أحد ضباط جيش نابليون بونابرت. محمد علي استعان بيه لأن كانت في صداقة بتربطه بمحمد علي. محمد علي هنا يا دكتورة عمل كذا خطوة علشان يوصل بالجيش المصري إلى الحداثة والتقدم العسكري اللي كان موجود في الوقت ده. فعلا محمد علي لما فكر يبني جيش فكر انا عايز ايه من الجيش ده؟ انا عايز اصلا ابني جيش علشان يكون عندي سلاح قوي جدا يكون حائط صد امام اي تدخل. طب الجيش ده بيتكون من ايه؟
الجيش ده بيتكون من ضباط، فجاب ليهم ابناء المماليك. الجيش ده كان بيتكون من جنود، في الاول اعتمد على الجنود السودانيين، وفي الاخر قال لا السودانيين مش نافعين لان هم بيتكلفوا مصاريف كبيره جدا ومش بيقدروا يعملوا نفس المهام اللي انا بطلبها منهم. طب نجرب مين؟ نجرب الجنود المصريين. ففعلا نجحت فكره محمد علي في تجنيد الجند المصري اللي اطاع الاوامر بطريقه زي ما بنقول فيها طاعه لمحمد علي. طيب الناس دي محتاجه تتدرب فين؟ نعمل لها مدارس، المدارس الحربيه والمدفعيه والفرسان والمشاه، كل دي مدارس اسسها محمد علي علشان تكون لمصر درع وسيف يحافظ على كافه جوانبها. يبقى محمد علي اهتم بالجيش عن طريق ثلاث حاجات او اربعه عشان هنزود لها الاسطول: الجنود اللي جاب ليهم ابناء المماليك، الجنود اللي جاب المصريين في الاخر، الضباط اللي جاب ليهم ابناء المماليك. اهتم جدا يكون عندنا اسطول قوي، كان في الاول اسكندريه وبعدين نقلوا لبولاق، وبعد كده اهتم ان يكون عندنا مدارس حربيه علشان تدافع عن او تخرج اجيال قادره على الدفاع عن مصر زي مدرسه الحربيه في اسوان، مدرسه المشاه، المدفعيه والفرسان. يبقى كده محمد علي اهتم بكل حاجه، لدرجه ان احنا بنقول ان الجيش بتاعنا كان جيش قوي جدا، كان من اقوى جيوش العالم في فتره حكم محمد علي. والدليل على كده انه جميع الحروب اللي شارك فيها جيش محمد علي، او تقريبا جميع الحروب، مش عايزين نجزم ان هي كلها، كانت حروب ناجحه وحروب حققت اهدافها. واهداف محمد علي في انه يكون امبراطوريه كبيره، بس للاسف تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. عندنا سؤال آخر: أسس الجمعية الجغرافية ودار الرصد بالعباسية ومصلحة الإحصاء والمساحة. طبعا ده إسماعيل. طبعا احنا عارفين يا أولاد أن الخديوي إسماعيل أقام نهضة حديثة في مصر، وتشبه في ذلك بجده محمد علي. محمد علي أقام مصر الحديثة، مؤسس مصر الحديثة محمد علي. محمد علي اعتمد في تقدمه ونهضته على موارد البلاد. إسماعيل هو حفيد محمد علي، إسماعيل هو ابن إبراهيم باشا ابن محمد علي، وإسماعيل اعتمد في نهضته على الأموال التي كان يقترضها من البيوت المالية الأوروبية ومن المرابين الأجانب. رغم أن نهضة إسماعيل اعتمدت على الأموال الأجنبية، على أنه قام بنهضة كبيرة في مصر. إسماعيل اهتم بكل نواحي الحياة في مصر. هل لا إسماعيل يا أولاد عمل قصور زي قصر عابدين، قصر القبة، وقصر الستين في اسكندرية؟ أقام الكباري مثل كوبري قصر النيل في القاهرة. طبعا أقام دار الأوبرا المصرية القديمة على غرار الأوبرا الفرنسية. في عهد إسماعيل مدة أنابيب المياه إلى شوارع كثيرة، وأضيئت الشوارع بغاز الاستصباح. في عهد إسماعيل أنشئت هيئة بريد مصرية لها مكاتب في القاهرة والأقاليم. في عهد إسماعيل يا أولاد زادت مساحة الأرض الزراعية، المساحة المزروعة بالقطن والقصب، لدرجة أن مصر كانت تقوم بتصدير القطن إلى الخارج في عهد إسماعيل. أعيدت إلى المصانع التي كان أنشأها محمد علي وتوقفت في عهد عباس، أعيد إليها النشاط مرة أخرى. بالعكس ده إسماعيل زود كمان على هذه المصانع مصانع للسكر في الوجه الإبلي. إسماعيل أيضا اهتم بالجيش وتحديثه، أقام نهضة عسكرية حربية، جدد المدارس البحرية في اسكندرية. إذن إسماعيل هو مؤسس الجمعية الجغرافية ودار الرصد بالعباسية ومصلحة الإحصاء والمساحة. من الذي أسس مجلس شورى النواب يا دكتورة؟ برضو الخديوي إسماعيل سنة 1866، ودي تعتبر نهضة من الناحية النيابية، حياة شبه نيابية. مصر يا دكتورة قبل إسماعيل، هل عرفت مصر نظام المجالس النيابية الحقيقية؟ لا، لانها كانت كلها مجالس سوريه اللي اسسها محمد علي سنه 1829. اسس حاجه اسمها كده مجلس المشوره. مجلس المشوره ده عباره عن مجلس كده يعقد ويفض برغبه محمد علي الشخصيه. محمد علي النهارده ليه مزاج ياخد راي لاريا واستاذ محمود في حاجه، فهيجمعهم تعالوا كده هنتكلم في مشروع زي الانماط الخيريه. والله لاريا واستاذ محمود قالوا حاجه تعجب محمد علي فخلاص هيمشي القرار، قالوا حاجه عكس اللي محمد علي يقول لنا قوموا امشوا من هنا وروحوا وتعالوا لنا بعدين. فالمجالس دي كانت تعقد وتفض برغبه محمد علي الشخصيه، فما جاتش حياه نيابيه على المستوى الكامل. لكن مصر عرفت الحياه النيابيه الحقيقيه منذ عهد الخديوي اسماعيل، او بلاش الحقيقيه هنخليها عشان نكون اكثر دقه تاريخيه، مجلس شبه نيابي، لان محمد علي كان بيعمل انتخابات، بس الناس اللي تقدر تنزل الانتخابات دي كانت من الاعيان بس، يعني الناس اللي هي ذوي الاملاك. فعشان كده الحياه الشبه نيابيه ظهرت حقيقه على ارض الواقع في 1866 على يد الخديوي اسماعيل. اسماعيل يا اولاد اراد ان يظهر امام دول اوروبا بمظهر الانسان المتحضر، ولكي يثبت تحضره قام باعداد وتجهيز وارسال عده حملات حربيه الى الاقاليم الاستوائيه للقضاء على التجاره
وهي تجارة الرقيق. هذه التجارة اللا إنسانية كانت منتشرة عند خط الاستواء في إفريقيا. إسماعيل أراد أن يظهر أمام دول أوروبا بأنه رجل متحضر، فكلف مصر الكثير والكثير من الأموال التي كانت سبب من أسباب الأزمة المالية. هذه الحملات كان لها نتائج إيجابية مثل السيطرة على منابع النيل والتوسع جنوبا في ناحية خط الاستواء. يبقى هنا الذي وجه عدة حملات إلى الأقاليم الاستوائية هو الخديوي إسماعيل. صمد بقواته أمام الإنجليز في معركة التل الكبير. هنا الضابط محمد عبيد هو وقف كتير بقواته في التل الكبير، لكن للأسف كانت الروح الانهزامية كانت تسربت إلى الشعب الجيش المصري، وبالتالي كانت الهزيمة في صالحنا. طبعا دكتورة، الهزيمة في التل الكبير طبعا كان ليها عوامل كتير جدا جدا جدا. يعني أنا بعتبر أن الهزائم في مثل هذه الحالات لا تعد هزائم. هي ما فيش تكافؤ فرص يا استاذ محمود، يعني هو ما كانش فيه تكافؤ فرص في البدايه، احنا مجرد جيش اختلاف في القوتين طبعا، بالظبط، في عدم توازن في القوى العسكريه. انا جايه بجيش مدرب مجهز كانجلترا وبحارب مصر اللي معاها جيش السلطان العثماني نفسه اعلن عصيانه، يعني تخيل لما انا سلطان عثماني اعلن عصيان احمد عرابي والضباط بتوعه، يعني فمين هيقف معايا؟ عرابي دكتوره في البدايه كان بيحارب باسم السلطان والدفاع عن ارض السلطان على اعتبار ان مصر تابعه للدوله العثمانيه، بالظبط، ثم جاء السلطان واعلن ان عرابي هذا لا عاصي. يمثلني وعاصي وما بيسمعش كلامي، فمين بعد كده هيقف مع احمد عرابي؟ وبالاضافه بقى او بلس ان الروح الانهزاميه خلاص تسربت، يعني تخيل كده لما تلاقي كل الجنود بيموتوا، كل والخيانه كمان يا دكتور، والخيانه، فالموقف هنا كان صعب جدا عند احمد عرابي. ففعلا انا بتفق مع حضرتك في الكلام ده، انه هنا ما تعدش هزيمه، هنا ما فيش توافق في ميزان القوى العسكريه، ناس جايه لنا منظمه مدربه واحنا طالعين من خيانه، من سواء من الخديوي او من السلطان العثماني. عشان كده بنقول انه هنا ما كناش قادرين نقول لا، لانه لا نمتلك الجيش المصري الكامل، لكن احنا عندنا جيش ويحترم، عشان كده احنا بنحترم جدا الجيش المصري على مر العصور، لكن في الفتره دي احنا كنا لا نمتلك جيشنا، لانه جيشنا كان تابع للدوله العثمانيه. اسس الحزب الوطني عام 1907. طبعا اللي اسس الحزب الوطني 1907 قبل وفاته هو الزعيم مصطفى كامل. اعلن مبادئه ال14 ومنها حق الشعوب في تقرير المصير. ويلسون هذا الكاذب الذي اعلن حق تقرير المصير ثم تراجع عنه واعترف بالحمايه البريطانيه على مصر. شكل أول وزارة برلمانية. طبعا سعد زغلول، ودي سنة 1924. عقد معاهدة عام 1936 مع الإنجليز. طبعا نحاس باشا. هنا دكتورة معاهدة 36 عاوزين نقف عندها شوية ونحاول نلقي الضوء على ظروف عقد هذه المعاهدة وأهم بنودها وما ترتب عليها من نتائج، لأن النقطة دي في المنهج مهمة جدا عندنا. طيب مبدئيا احنا محتلين من انجلترا، يعني مصر محتلة، جنبينا دولة حبيبتنا كده جارتنا اسمها ليبيا. ليبيا في الوقت ده كانت محتلة من إيطاليا. جنوب مصر في حاجة اسمها الحبشة. جت إيطاليا احتلت الحبشة. فأنذرت بنشوب حرب عالمية تانية، لأن هنا في اختلاف في توازن الدولي واختلاف في توازن القوى. فهنا بريطانيا في مشكلة. تسيب الأمر كده؟ لا، بريطانيا قالت إن العلاقة بيني وبين مصر لازم تتحول من علاقة عداء واحتلال إلى علاقة صداقة وتحالف، عشان لو حصل ونشبت حرب عالمية تانية اضمن ان مصر هتقف مع بريطانيا. جاب مصطفى باشا النحاس، انجلترا جابت مصطفى باشا النحاس وقالت له احنا هنعمل اتفاق. الاتفاق ده هيبقى في صوره معاهده دوليه. انتوا كمصريين محتاجين ايه؟ احنا كمصريين محتاجين الغاء الامتيازات الاجنبيه. طيب احنا هنلغي لكم الامتيازات الاجنبيه في مؤتمر مونترو سنه 1937. محتاجين ايه كمان؟ محتاجين الاعتراف بمصر دوله حره مستقله ذات سياده. طيب احنا هننهي احتلال مصر العسكري وهنسحب القوات العسكريه من كل مصر ونحطها في منطقه قناه السويس. حلو جدا. طب المصريين محتاجين ايه كمان؟ محتاجين ان مصر تبقى دوله حره مستقله، فمصر تشارك في عصبه الامم. تمام جدا، مصر هتشارك فعلا في عصبه الامم. طب كل الحاجات دي ايجابيه وفي خط مصر، يعني كل ده انهاء احتلال مصر عسكريا، دخول مصر عصبه الامم، انهاء الامتيازات الاجنبيه. حلو جدا الكلام ده بالنسبه لنا ايجابي. طب ايه الكلام السلبي بقى؟ ما هو مفيش حاجه ببلاش، بريطانيا عايزه مصر تساعدها. طب مصر هتساعد بريطانيا ازاي؟ قالت لها لو سمحتي يا مصر، لو قامت حرب حطي طرق مواصلاتك وموانيكي ومطاراتك وسكك الحديديه في خدمه بريطانيا في حاله الحرب. يعني لو قامت حرب عالميه ثانيه كل ده هيبقى تحت ايد بريطانيا. طب ايه كمان؟ مصر هتقدم لبريطانيا كافه المساعدات اللي هتخلي بريطانيا تنتصر في الحرب. طيب ايه كمان محتاجاه بريطانيا من مصر؟ قالت لها لو سمحتي هتبني لي حصون ومعدات عسكريه، يعني اماكن كده تحط فيها الجنود الانجليز.
طيب تمام جدا، المعاهدة دي مدتها قد ايه؟ مدتها 20 سنة. موافقة يا مصر؟ موافقة. موافقة بريطانيا؟ موافقة. يبقى احنا كده عملنا معاهدة كلا الطرفين كل واحدة ليها مزايا وليها عيوب، وبكده وقعت مصر معاهدة 36 بين انجلترا ومصر تحت توقيع مصطفى باشا النحاس في 36. وفعلا قامت الحرب في 39 ووضعت كل مطارات مصر ومواليها وخطط سككها الحديدية في خدمة بريطانيا في حالة الحرب. وبكده كانت معاهدة 36 ليها ما لها وعليها ما عليها من مميزات وعيوب. دكتور، دلوقتي هنبدأ في ثورة 23 يوليو 1952. هذه الثورة التي طبعا أنقذت مصر من النظام الملكي الفاسد، أنقذت مصر من حكم أسرة محمد علي الغاشم، طبعا أصبح حكم مصر في يد أبنائها. الثورة دي دكتورة كانت نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث والمعاصر. هذه الثورة كان لها العديد والعديد من الأسباب، عاوزين نلقي الضوء على أسباب هذه الثورة. ثورة 23 يوليو المجيدة ليها 6 أسباب. أنا كجيش مصر مش بلكي، مش بتاعي، وده أيقنه جمال عبد الناصر سنة 1948 لما اتهزمت القوات الجيش المصري في حرب 48. فهزيمة الجيش المصري في حرب 48 كانت نقطة تحول في فكر جمال عبد الناصر. اتشكلت مجموعة من الضباط الأحرار اللي عايزين يحرروا مصر من التدخل الأجنبي بقيادة الزعيم الراحل خالد الذكر جمال عبد الناصر. طيب ايه اللي موجود في مصر وحش عايزين نغيره؟ واحد، استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون مصر الداخليه، وده ظهر جليا في حادثه 4 فبراير 1942 لما تدخلت القوات البريطانيه وحصرت مبنى قصر عابدين وطلبت من الملك فاروق في الوقت ده يعزل الوزاره القائمه ويعين وزاره جديده برئاسه مصطفى باشا النحاس. يبقى ده تدخل في شؤون مصر ولا لا؟ يبقى ده تدخل في شؤون مصر الداخلي. 2، هزيمه الجيش المصري في حرب فلسطين 48. احنا ما كناش عندنا جيش قوي لانه الجيش كان بتتدخل بريطانيا في اعداده وتنفيذه وتدريبه وحاجات كده، فما عنديش جيش قوي، بالتالي الهزيمه كانت في صالح الجيش المصري او في صفوف الجيش المصري والعربي بصفه عامه. 3، فساد النظام الملكي وحاشيه الملك. 4، عدم وجود حياه ديمقراطيه، سوء اوضاع اقتصاديه، سوء اوضاع اجتماعيه بسبب وجود نظام الاقطاع. يبقى انا عندي 6 اسباب ساعدت على قيام ثوره يوليو المجيده. ال6 اسباب دول ممكن يقولنا بما تفسر قيام ثوره 23 يوليو. يبقى نفتكر استمرار الاحتلال البريطاني، فساد النظام الملكي، هزيمه الجيش المصري في حرب فلسطين، عدم وجود حياه ديمقراطيه، سوء الاوضاع الاقتصاديه بسبب معاهده 36، سوء الاوضاع الاجتماعيه بسبب تطبيق نظام الاقطاع. يبقى دي ال6 اسباب اللي قامت بيها ثوره 23 يوليو. ثوره 23 يوليو يا دكتوره على المستوى العربي، على المستوى الدولي، طب ناخد اهدافها ناخد اهدافها وبعد كده ناخد ايه انجازاتها عشان انجازاتها كده نغطيها سريعا كلها. تمام بالظبط كده. اهداف الثوره برضو 6، 3 قضاء و3 اقامه. عايزين نقضي على الاقطاع، عايزين نقضي على الاحتكار، عايزين نقضي على الاستعمار واعوانه، عايزين نقوم حياه ديمقراطيه، عايزين نقوم عداله اجتماعيه، عايزين نقوم جيش وطني قوي. يبقى دي 6 اهداف للثوره. طيب مطالب الثوره ايه؟ ثوره 23 انتوا عايزين ايه؟ قال لك 1، ان يتنازل الملك فاروق عن العرش لابنه احمد فؤاد الثاني. دي اول نقطه. 2، الفكره في ان انت تتنازل عن العرش او هتتنازل يبقى لازم تخلي منصبك وتغادر البلاد قبل الساعه 6 من يوم 26 يوليو سنه 52. يبقى تتنازل وتغادر البلاد. طيب الملك فاروق سمع كلام الجيش المصري والضباط الاحرار؟ سمع كلام الجيش المصري والضباط الاحرار، لانه الملك فاروق ادرك حقيقتين. اول حقيقه ان الجيش والشعب بيكرهوا حكمه وخلاص مش عايزينه. تاني حاجه تخلي بريطانيا عنه. يبقى ليه غادر الملك فاروق البلاد قبل الموعد المحدد؟ لانه ادرك حقيقتين. الحقيقه الاولى ان الجيش والشعب خلاص بيكرهوه. 2، تخلي بريطانيا عنه. الثوره كانت قامت من القاهره، استولى الضباط الاحرار او سيطر الضباط الاحرار على جميع مداخل ومخارج القاهره واسكندريه والسويس. تم اذاعه بيان الثوره بصوت الزعيم الراحل محمد انور السادات على لسان اللواء محمد نجيب اللي اجتازت فيها مصر فتره عصيبه من تاريخ الحديث. بعد ما قامت الثوره كان ليها انجازات. الانجازات كانت على اكثر من صعيد واكثر من مجال. في انجازات سياسيه. ايه الانجازات السياسيه اللي قامت بيها الثوره؟ هو اول حاجه انه خلاص احنا ما بقاش عندنا ملك، يبقى الغاء الملكيه واعلان الجمهوريه. كمان بقى عندنا تاميم لشركه قناه السويس، حل الدستور، الغاء دستور 23، حل الاحزاب السياسيه، اتفاقيه الجلاء، كل دي كانت انجازات سياسيه. الانجازات الاجتماعيه كانت في
الغاء قانون زي او اصدار قانون زي قانون الاصلاح الزراعي اللي تم على ضوءه الغاء نظام الاقطاع. كمان قالت الثوره مجانيه التعليم، تحديد ساعات العمل، اشراك المراه في الحياه السياسيه. المراه بقى ليها حق الانتخاب والترشح لمجلس الامه في 56 اللي اتعقدت اول جلساته في 57. كمان في انجازات اقتصاديه سواء في الزراعه في الصناعه في التجاره. في الزراعه قلنا بنينا ودينا بنينا السد العالي سنه 71، تم افتتاح السد العالي اللي عمل لي حاجتين. السد العالي اول حاجه وفر لمصر مساحات كبيره جدا من الاراضي الزراعيه اللي هيتم زراعتها، وفر المياه اللي هتولد لي الكهرباء. كمان كان في انجازات على الصعيد الاقتصادي من ناحيه صناعيه، بقى عندي مصانع الحديد والصلب في حلوان، مصانع الاسمده في اسوان، بقى عندي شركات لتكرير البترول. عندي كمان انجاز في مجال التجاره، تمصير البنوك والشركات للاستيراد والتصدير. مش بس كده، ده انا كمان فتحت اسواق داخليه وخارجيه للمنتجات المصريه. يبقى كده ده المجال الاقتصادي. كمان عندنا في مجال عربي ودولي، مصر وسوريا بقوا دوله واحده. قامت الجمهوريه العربيه المتحده في 58، ما استمرناش طويلا وانفصلنا سنه 61، بس بقينا في بيننا وبين سوريا اتفاقيه دفاع مشترك. كمان مصر ساعدت كتير من الدول العربيه على نيل استقلالها، الكويت والسودان والجزائر وتونس والمغرب، كل دي دول احنا ساعدناها علشان تاخد استقلالها. كمان كان في انجازات على الصعيد الدولي، مصر سنه 55 كسرت احتكار السلاح العالمي، قالت انا مش هاخد من الكتله الغربيه، انا هروح للكتله الشرقيه اللي هي الاتحاد السوفيتي واخد معاهم سلاح. ومش معنى ان انا خدت سلاح من الاتحاد السوفيتي في 55 ان انا هتبع سياسه الانضمام لاحد الاحلاف السياسيه، لا، انا هتبع سياسه اسمها سياسه الحياد الايجابي او عدم الانحياز. وده ظهر في مؤتمر اسمه مؤتمر باندونج باندونيسيا سنه 1955. مصر بيها قالت انا والهند ويوغوسلافيا، اللي هي مش موجوده دلوقتي يعني يوغوسلافيا، بس انا والهند ويوغوسلافيا بنتبنى سياسه الحياد الايجابي، مالناش دعوه، لا لينا دعوه بالكتله الشرقيه ولا لينا دعوه بالكتله الغربيه، واحنا في حياد ايجابي مع العالم كله. دي كانت انجازات الثوره في كل المجالات الاقتصاديه واجتماعيه وسياسيه وحتى دوليه وعربيه. بعد كده يا دكتوره عندنا موضوع مهم جدا جدا لا يقل اهميه عن موضوع ثوره 23 يوليو يا اولاد، وهو موضوع القضيه الفلسطينيه. احنا عارفين يا اولاد ان فلسطين جزء هام جدا وغالي على كل عربي. في فلسطين ولد السيد المسيح عليه السلام، الى فلسطين اسري بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في ليله الاسراء والمعراج، ويوجد في فلسطين المسجد الاقصى الذي يعتبر اول القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. طبعا فلسطين يا أولاد موقعها الجغرافي الممتاز جعلها عرضة للاستعمار على مر العصور. فلسطين تعرضت لمؤامرة، هذه المؤامرة طبعا كانت أطراف هذه المؤامرة بريطانيا واليهود، ثم جاءت الولايات المتحدة الأمريكية لتكمل الدور الذي بدأته بريطانيا. اليهود الذين كانوا مشتتين في كل أنحاء العالم، لم تكن هناك دولة تجمعهم، أسسوا منظمة صهيونية في لندن. الذي أسس هذه المنظمة هو تيودور هيرتز اليهودي. هذه المنظمة دعت إلى إنشاء وطن يجمع اليهود في فلسطين. هذه المنظمة عندما سعت إلى إنشاء الوطن القومي في فلسطين، كانت بريطانيا هي السند الرئيسي لليهود. ماذا فعلت بريطانيا؟ لقد أكدت بريطانيا على المفاهيم الصهيونية. كيف أكدت بريطانيا على هذه المفاهيم؟ أكدت بأنها أيدت اليهود في إقامة وطن يجمعهم، وهو الوطن القومي يا دكتورة في فلسطين، الوطن القومي لليهود. بالضبط. اليهود ادعوا أن فلسطين تمام ملكا لهم، ملكا لهم. بريطانيا أصدرت وعد اسمه وعد بلفور. وعد بلفور ده كان أثناء الحرب العالمية الأولى، أصدر وزير الخارجية البريطاني أرثر جيمس بلفور وعده لليهود. الوعد اللي كان بيقول أن حكومة بريطانيا سوف تبذل كل مساعيها من أجل مساعدة اليهود في إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. فعلا يا أولاد بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918 بدأت بريطانيا في تنفيذ وعد بلفور. طب إزاي بريطانيا هتنفذ وعد بلفور؟ بريطانيا احتلت فلسطين أثناء الحرب العالمية الأولى، وبعد الحرب العالمية الأولى انشأت منظمة عالمية للسلام هي منظمة عصبة الأمم. هذه المنظمة منظمة عصبة الأمم وضعت نظام جديد وهو نظام الانتداب. هذا النظام جعل فلسطين تقع تحت رحمة وسيطرة الجيش البريطاني. بريطانيا سيطرت على فلسطين تحت زعم الانتداب،
بدأت بريطانيا في تنفيذ وعدها لليهود وهو وعد بلفور. كيف نفذت بريطانيا وعد بلفور؟ أولا بريطانيا فتحت باب الهجرة أمام اليهود ليهاجروا إلى فلسطين بأعداد لم يسبق لها مثيل. بريطانيا سمحت بانتقال ملكية الأرض من إيد العرب لإيد اليهود عن طريق الشراء. وهنا حدثت المشكلة، بدأ اليهود يهاجرون إلى فلسطين بأعداد لم يسبق لها مثيل، بدأوا في إقامة المستوطنات على أرض فلسطين. هل الفلسطينيين سكتوا على ذلك؟ لا طبعا يا أولاد، قامت الانتفاضات والثورات، كان أشهرها ثورة عام 1936 التي قادها الحاج أمين الحسيني مفتي القدس. وعندما تفاقمت المشكلة الفلسطينية، بريطانيا عرضت القضية الفلسطينية على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. مجلس الأمن قرر عن طريق الجمعية العامة أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، قررت تقسيم فلسطين إلى 3 مناطق، دولة عربية للعرب، دولة يهودية لليهود، أما القدس فتظل تحت الإشراف الدولي أو تحت إشراف الأمم المتحدة. مشروع تقسيم فلسطين رفضته الدول العربية على أساس أن فلسطين دولة عربية ولا يحق لأي أجنبي أن يأخذ شبر واحد من فلسطين. معظم دول أوروبا وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت بهذا المشروع وأيدت مشروع تقسيم فلسطين. الدولة الوحيدة التي امتنعت عن التصويت هي بريطانيا. بريطانيا رفضت أن تنحاز لتقسيم أو عدم تقسيم فلسطين، لأن بريطانيا أرادت أن تخرج نفسها من هذه المشكلة التي تعتبر هي التي تسببت فيها. طبعا يا أولاد، فلسطين بعد تقسيمها بدأ اليهود عن طريق العصابات المسلحة، بدأوا في طرد العرب من ديارهم، بدأوا في ارتكاب أبشع المذابح التي كان أشهرها مذبحة دير ياسين. طبعا بعد مذبحة دير ياسين وفي يوم 14 مايو تحديدا انسحبت القوات البريطانية من فلسطين، تاركة لليهود أرض فلسطين لكي يقيموا فيها دولتهم، دولة إسرائيل، وهو ما حدث يوم 15 مايو 1948. عشان نستكمل النقطة دي يا دكتورة، عاوزين نعرف من حضرتك موقف الشعوب العربية وخاصة مصر تجاه إعلان الدولة اليهودية في فلسطين. هبت الشعوب العربية، هبت من كل حد وصوب، كل الدول العربية طلعت مرة واحدة تشيل هذا الكيان الصهيوني اللي قام مرة واحدة في يوم وليلة على أراضي عربية. فقامت حرب كبيرة اسمها حرب فلسطين 48. في بداية الحرب كل الشعوب العربية لما قامت احنا كنا منتصرين. في الأول انتصار كان في صالح العرب، ثم اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية هدنة لمدة شهر. خلال الشهر هيتوقف كلا الفريقين عن التدريب والتسليح، يعني الفريق العربي لو سمحت ما تتدربش وما تتسلحش، الفريق اليهودي برضو نفس القصة، لو سمحتوا ما تتدربوش ولا تتسلحوا. طبعا العرب احنا بنلتزم بالعهود والمواثيق الدولية، ولكن الفريق اليهودي انتهز الفرصة بتاعت الشهر وبدأ يتسلح ويتدرب وياخد أفضل الأسلحة. لما استؤنفت الحرب طبعا الهزيمة كانت في صالح العرب، وكان الانتصار الشديد جدا كان لليهود. بالتالي بقى تأكيد هزيمة فلسطين، هزيمة العرب في حرب فلسطين، وانتشار اليهود في كل أنحاء فلسطين. في كده انتهت حرب فلسطين، لكن ما انتهاش الصراع العربي الإسرائيلي، لأن جت بعد كده في 56 إسرائيل علشان تحتل سيناء. إزاي؟ في 1956 جاء العدوان الثلاثي على مصر، إنجلترا وفرنسا وإسرائيل. انجلترا وفرنسا دخلوا لنا من جهة بورسعيد، اسرائيل دخلت من جهة قناة السويس واحتلت سيناء. العدوان فشل بسبب 5 اسباب. فشل العدوان الثلاثي على مصر في 56 بسبب بسالة اهل وجيش بورسعيد، مساعدة الشعوب العربية لمصر، تهديد الاتحاد السوفيتي بالتدخل عسكريا لوقف العدوان، تنديد الامم المتحدة بالعدوان، رفض الولايات المتحدة الامريكية استخدام مبدأ القوة في فض المنازعات. فكانت النتيجة هي هزيمة القوات الثلاث، انجلترا وفرنسا واسرائيل. انسحبت انجلترا وفرنسا من بورسعيد في يوم 23 ديسمبر اللي بيعد عيدا قوميا لبورسعيد في 56، وانسحبت اسرائيل من سيناء في اوائل 57، وتم وضع قوات طوارئ دولية بين مصر واسرائيل لضمان يعني المنطقة تبقى منطقة سلام. ولكن اسرائيل لن تتنازل عن حلمها في تكوين اراضي من النيل الى الفرات، فجاء العدوان الإسرائيلي على العالم العربي في 5 يونيو 67. هذا العدوان الذي قامت فيه إسرائيل بضرب جميع الدول العربية المحيطة بها في صباح 5 يونيو 67،
ضربت سيناء، ضربت مصر واحتلت منها سيناء، ضربت سوريا واحتلت منها هضبة الجولان، ضربت الضفة الغربية نهر الأردن، في الأردن أخذت فلسطين كلها. ولكن لم تستسلم مصر للهزيمة. وما هو دور منظمات دول العالم؟ الأمم المتحدة أصدرت قرارها في مجلس الأمن في الوقت ده، قرار 242 لسنة 67. قال إيه قرار مجلس الأمن؟ قال يا إسرائيل انسحبي من الأراضي العربية اللي احتلتيها في 67. هل وافقت إسرائيل على تنفيذ قرار مجلس الأمن؟ لا، رفضت وتعنتت تنفيذ هذا القرار. فلجأ الزعيم الراحل خالد الذكر جمال عبد الناصر وقال مقولته الشهيرة: ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. قامت القوات المسلحة المصرية بتدريب أنفسها والتسليح بأحدث الجيش على أحدث النظم العسكرية في الوقت ده، وقمنا بمعركتين: معركة الصمود والتصدي ومعركة حرب الاستنزاف. الصمود والتصدي دمرنا فيها المدمرة الإسرائيلية إيلات، ودمرنا فيها وكبدنا فيها خسائر فادحة لإسرائيل في رأس العش. أما بالنسبة لحرب الاستنزاف فعملنا فيها حاجتين: الحاجة الأولى اللي احنا عملناها بناء حائط صواريخ على الضفة الغربية لقناة السويس منعا وصول الطائرات الإسرائيلية إلى قلب مصر، وكمان بدأنا نعمل قصف مستمر على خط بارليف. في النهاية نجحت القوات المصرية وانتصرت في حرب الاستنزاف بدليل مبادرة روجرز في 70. المبادرة دي بتقول إيه؟ بتقول على الفريقين المصري والإسرائيلي التوقف عن الحرب، وقف الحرب بين الفريقين، وقف إطلاق النار لحين حل النزاع بالطرق السلمية. استنينا إسرائيل تنفذ قرار مجلس الأمن ولكنها امتنعت عن التنفيذ تماما، فما كان على مصر إلا أنها تستعد داخليا وعربيا وخارجيا لحرب أكتوبر المجيدة. وده اللي حصل فعلا لما تولى الرئيس السادات في حكم مصر في 1971. بدأنا نستعد داخليا عن طريق إصدار الدستور الدائم، القضاء على مراكز القوة، في نفس الوقت خارجيا لما صفينا الخلافات العربية عشان نستفيد من كل الموارد، وقمنا بحرب أكتوبر المجيدة اللي رجعت لمصر والعرب كرامتها الدولية بين الأمم. انتصرت القوات المصرية على القوات الإسرائيلية في 6 ساعات، ودمرنا خط بارليف اللي كانت إسرائيل بتتظاهر إنها جيش الله الذي لا يقهر. لا، إحنا قهرناكم وانتصرنا عليكم في 73 بفضل الجنود المصريين والجيش المصري اللي هيظل رافعا رأس مصر والعرب طيلة حياتنا اللي إحنا عايشينها واللي جاية بعد كده. حرب أكتوبر 73 كانت بمثابة النصرة والكرامة لمصر والعالم العربي، لأن على أثر هذه الحرب اتهزمت إسرائيل هزيمة ساحقة في 73، واستردت مصر سيناء على أكثر من مرحلة. المرحلة الأولى كانت في 82 لما أخذنا سيناء كلها باستثناء طابة، وبعد كده 89 لما حكمنا طابة وأخذناها بالتحكيم الدولي عن طريق محكمة العدل الدولية، وبعد كده مصر عملت مفاوضات السلام عشان تساعد فلسطين على نيل استقلالها زي مؤتمر مدريد للسلام سنة 91 وزي مؤتمر اتفاقية أوسلو سنة 93. وكانت وما زالت مصر تؤيد القضية الفلسطينية حتى تعود فلسطين إلى العرب مرة أخرى، وده تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي اللي كان وما زال هو الشغل الشاغل لكل الوطن العربي بداية من مصر. طبعا يا أولاد كانت حرب أكتوبر 73 نقطة تحول في الصراع العربي الإسرائيلي. أثبتت حرب أكتوبر أن منطق القوة لن ولم يحقق سلام. الرئيس الراحل الشهيد محمد أنور السادات قام بسلسلة من الإجراءات لكي يحقق السلام على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي. محمد أنور السادات فكر في حل القضية العربية الإسرائيلية حلا جذريا. فكر السادات أيضا في إعادة الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل في عدوان 67. فكر السادات في إنهاء النزاع الذي يعتبر نزاع مصيري في المنطقة بين العرب وإسرائيل. ماذا فعل السادات؟ السادات لم يتردد، لم يخاف. السادات أعلن أمام العالم كله أنه مستعد للذهاب إلى إسرائيل وأبعد من إسرائيل. السادات نفذ ما وعد به، وقام في عام 1977 بزيارة إسرائيل أو بزيارة القدس تحديدا. السادات ألقى خطاب أمام البرلمان الإسرائيلي أو الكنيسة الإسرائيلي وضح فيه مطالب العرب. كانت زيارة السادات لإسرائيل يا أولاد نقطة مهمة جدا جدا في إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. وبعد زيارة السادات لإسرائيل عقدت معاهدة أو اتفاقية اسمها معاهدة كامب ديفيد بين الولايات بين إسرائيل وبين مصر برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. معاهدة كامب ديفيد كانت بدعوة من الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، عندما دعا كل من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية آنذاك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن، دعاهم لكي يجلسوا معا ويتفاوضوا في منتجع كامب ديفيد في الولايات المتحدة الأمريكية،
وأسفر هذا الاجتماع في كامب ديفيد عن وضع إطار وخطوط عريضة للسلام. بعد ذلك ونتيجة لاتفاقية كامب ديفيد عقدت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 26 مارس من عام 1979 برعاية أمريكية. هذه المعاهدة التي تشابهت نصوصها مع نصوص قرار مجلس الأمن 242. معاهدة السلام أهم بنودها أولا إنهاء حالة الحرب بين العرب بين مصر وإسرائيل، اثنين احترام سيادة دول المنطقة على أراضيها، ثلاثة حرية الملاحة في الممرات الدولية، أربعة انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء، خمسة الاعتراف بالحق المشروع للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. هذه هي أهم بنود معاهدة السلام. معاهدة السلام دي يا أولاد كان لها مردود على المستوى المحلي الداخلي في مصر وعلى المستوى العربي والعالمي. على مستوى العالم رحبت كل دول العالم بمعاهدة السلام التي قام بها الرئيس السادات، واعتبروها خطوة مهمة جدا في طريق السلام في الشرق الأوسط. على المستوى العربي الدول العربية آنذاك لم تدرك المفاهيم والمتغيرات الدولية، كل الدول العربية تقريبا رفضت هذه المعاهدة وقطعوا مصر. على المستوى الداخلي كانت هناك جماعات ترفض هذه المعاهدة مع إسرائيل، وقاموا باغتيال الرئيس الراحل البطل الشهيد محمد أنور السادات أثناء الاحتفال السنوي بنصر أكتوبر، وتحديدا في 6 أكتوبر عام 1981. بعد استشهاد الرئيس السادات تولى الرئاسة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وبدأت مصر في استراتيجية مختلفة في سبيل تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط. مصر كانت وما تزال تؤيد كل خطوات السلام سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، وكان أبرز المؤتمرات والاتفاقيات التي أيدتها مصر مؤتمر مدريد الذي عقد عام 1991 في أسبانيا في العاصمة الأسبانية مدريد، ثم اتفاقية أوسلو التي تم توقيعها في واشنطن رغم أن الاتفاقية سميت بأوسلو لأن المفاوضات المبدئية لها حدثت في النرويج، ثم أخيرا مصر تدرك مزايا السلام سواء بالنسبة للمصريين أو بالنسبة للعرب. كده يا أولاد احنا خدنا جزء كبير جدا من تاريخ مصر الحديث، يتبقى لنا جزء أخير عشان يبقى غطينا كل المنهج سواء ترم أول أو ترم تاني. دكتورة إيراريا معلش سريعا كده عاوز حضرتك تلقي الضوء على ثورتي 25 يناير و30 يونيو علشان نبقى لمينا المنهج كله. 25 يناير 2011 قام الشعب المصري من كل ميادين مصر علشان يطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأحوال الصحية والتعليمية. نظام قانون استمرار العمل بقانون الطوارئ كان سبب من الاسباب السياسيه اللي قامت بيها ثوره 25 يناير. كمان الشعب المصري لما انتشر في كل الميادين خلال 18 يوم تنحى الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك عن البلاد تاركا الحكم لنائبه اللواء عمر سليمان. في الفترة دي الأحوال المصرية بدأت الشعب المصري يعني الثورة بدأت تهدى شوية وبدأنا نشوف هنعمل إيه، فعملنا انتخابات فاز فيها الرئيس السابق محمد مرسي بالانتخابات. لم تستمر الثورة طويلا ولكن الأحوال السياسية والاجتماعية لم تستقر، وبالتالي الشعب المصري ثار مرة تانية في 30 يونيو وبدأ الشعب المصري يقول لأ. في كلا الثورتين الجيش المصري كان الحامي للشعب المصري وكان هو اللي بيرد حقوق الشعب المصري المسلوب. الجيش المصري أثبت خلال الثورتين ان هو الدرع الواقي والسيف الحامي للشعب المصري. الجيش المصري لما شاف ان مصر بتنزلق في معطف تاريخي في 30 يونيو بدأ يقول انا مع الشعب المصري، وفعلا تم تنحي الرئيس محمد مرسي او الرئيس الاسبق محمد مرسي، تم خلعه وتولى الرئيس الاسبق المستشار عدلي منصور رئاسة جمهورية مصر العربية لحد ما عملنا دستور في يناير 2014، وبعديها تم انتخابات على أثر هذا الدستور فاز بيها الرئيس الحالي الرئيس عبد الفتاح السيسي ل4 سنين، وتستمر مصر في حالة من الحراك السياسي والاستقرار اللي احنا كلنا بنسعى إليه منتظرين مستقبل مشرق لأولادنا. كده يا دكتورة احنا غطينا كل المنهج التاريخي اللي احنا طبعا بداية من الغزو العثماني لحد وقتنا حالي، لان طبعا بندرس تاريخ مصر الحديث والمعاصر. في جزء اخير بقى اللي هو منظمات الدولة والإقليمية. طبعا احنا عارفين يا اولاد ان مصر شاركت في تأسيس العديد والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية. مصر شاركت
مش ما اقدرش اقول مصر شاركت يا دكتوره، مصر هي المؤسسه الاولى لجامعه الدول العربيه عام 1945 عندما قامت مصر بدعوه رئيس وزراء سوريا ورئيس الكتله الوطنيه اللبنانيه للحضور الى القاهره عام 1944 تحديدا، واجراء مباحثات انتهت بتوقيع بروتوكول اسكندريه ثم توقيع ميثاق الجامعه العربيه. بعد كده مصر شاركت وبفاعلية في تأسيس منظمة الاتحاد الأفريقي عام 1964، واستضافت مصر على أرضها أول قمة إفريقية، ورأست مصر في السنوات الأخيرة هذه المنظمة مرتين تقديرا لدور مصر. ثم أن مصر لم تبخل على دول العالم الأخرى بمجهودها يا دكتورة، شفنا احنا الضباط الأحرار، شفنا جمال عبد الناصر وزمايله بيأسسوا بيشاركوا في تأسيس أول حركة وهي منظمة عدم الانحياز التي أسست من مجموعة من الدول زي الهند ويوغوسلافيا وإندونيسيا، وشفنا دور مصر في مؤتمر باندونج عام 1955. ثم الدور الريادي لمصر مع دول العالم عندما اجتمع ممثلو 51 دولة ومن بينهم مصر في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1945، وتأسيس منظمة عالمية هي منظمة الأمم المتحدة. هذه المنظمة التي لا تزال حاليا أو لا تزال حتى الآن لإقرار السلام في العالم وتحقيق عدالة بين دول العالم. هذه منظمة دولية لها أجهزة، 6 أجهزة، أولها الجمعية العامة، هذه الجمعية العامة التي تضم جميع الدول الأعضاء. ثانيا الجهاز الثاني هو مجلس الأمن، مجلس الأمن المسؤول عن حفظ الأمن والسلام العالمي. ثم محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي في هولندا. ثم المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللي بيضم عدد من المنظمات الداخلية، وما ننساش كمان الأمانة العامة اللي هي مقرها في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. هاخد يا دكتورة من الجزئية دي جزئية المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ليه؟ لأن المجلس ده يضم العديد من المنظمات. طبعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعتبر من اهم الانشطه اللي بتقوم بيها الامم المتحده زي اليونسكو، اليونيسيف، الفاو، كل دي مؤسسات تابعه للامم المتحده. نبدا باليونسكو، المنظمه العالميه للتربيه والعلوم والثقافه، بتهتم بالثقافه والعلوم والتربيه في كل انحاء العالم. منظمه اليونسكو انقذت معبد ابو سمبل من الغرق، اعادت احياء مكتبه الاسكندريه. كمان عندنا منظمه اليونيسيف، ودي بتهتم بالامومه ورعايه الطفوله في العالم. كمان عندنا منظمة الفاو، ودي بتهتم بالأغذية والزراعة على مستوى العالم، موجودة في إيطاليا. كمان عندنا مجموعة من الهيئات والمنظمات الدولية اللي بتساعد على تحقيق السلام في العالم، زي مجلس الأمن اللي هو بنعد أهم الأجهزة الاقتصادية في العالم. بكده أعزائي الطلاب تناولنا كل أجزاء المنهج سواء الجغرافيا أو التاريخ. بإذن الله بكرة هتلاقوا الامتحان سهل جدا، وهتلاقوا الأسئلة بتاعتنا في دراسة على الهواء هي أسئلة الامتحان بإذن الله. في نهاية هذه الحلقة أتقدم بالشكر إلى جميع الطلاب اللي شاركوا معنا النهاردة واللي شافونا عبر شاشة التلفزيون، وبشكر الدكتورة إيلاريا عاطف شكر خاص. شكرا ليك يا دكتورة، تعبناك معنا السنة كلها. شكرا تمام، وتواجدي طبعا التعب بتاعك بحلقتين النهاردة اللي هم شاملنا فيهم المنهج كله. طبعا بتوجه بالشكر إلى قناة مصر التعليمية على المجهود العظيم اللي بيقوموا به من أجل توصيل المعلومة إلى داخل كل منزل دون أي مجهود من الطالب أو من ولي الأمر. شكرا لقناة مصر التعليمية، شكرا على القائمين عليها، وإن شاء الله هقابلكم أنا والدكتورة إيلاريا بإذن الله سنة جاية، فتمنيتنا بالتوفيق للجميع. إلى اللقاء.